مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النهارده ان شاء الله هيكون عندنا العديد من الاخبار والموضوعات اللي هنتكلم فيها، وبكل تاكيد هتكون يعني موضوعات مهمه جدا، وبالتحديد فيما يخص النادي الاهلي. مش بس النادي الاهلي، احنا اكيد كمان هنتكلم على كل ما يخص الكره المصريه والدوري المصري واستعدادات مصر كمان لاستضافه بطوله الامم الافريقيه قريبا ان شاء الله في شهر 6. لكن خلينا نبتدي حلقتنا النهارده ببعض المواضيع اللي عايزين نتكلم فيها، وبالتحديد فيما يخص البيانات اللي بتخرج من الانديه من خلال امبارح واول، وحاجات بصراحه تعتبر غريبه شويه. في بعض الانديه بيبقى ليهم وجهه نظر وتحترم اكيد، يعني عادي ممكن حد يبقى شايف ان هو مظلوم في جدول المسابقات او جدول المباريات بطوله الدوري، وحد تاني ممكن ما يكونش اصلا او يكون عارف ان هو ما عندوش اي مشكله في اي حاجه، بس بيتضامن، بس مش عارف ليه بصراحه. لكن في كل الاحوال ممكن نادي بيراميدز يكون ليه وجهه نظر معينه، اوكي مفيش مشكله. لكن انا مستغربه بصراحه موقف نادي الزمالك، موقف نادي الزمالك ان هو بيتضامن مع نادي بيراميدز بخصوص ان لازم النادي الاهلي يلعب كل مبارياته المؤجله قبل ما هو كمان الزمالك يلعب مباراته امام النادي الاهلي. طيب هل نادي الزمالك بالتحديد، مع احترامي طبعا لنادي الزمالك وكيان نادي الزمالك وكل جمهور نادي الزمالك، هل المسؤولين في نادي الزمالك درسوا الموقف بالظبط؟ يعني عرفوا النادي الاهلي ناقص له كام مباراه مؤجله؟ طب عرفوا ان هم كمان عندهم مباراه مؤجله امام الاسماعيلي؟ طيب الموقف ايه؟ الاهلي ناقص له مباراه مؤجله امام انبي، هتكون يوم 5، مباراه الاهلي وانبي هتكون يوم 5، دي المباراه الوحيده المؤجله مع مباراه نادي الزمالك من الدور الاول. النادي الاهلي هيخلص مباراه انبي، هيبقى ناقص مباراه الزمالك اللي تحدد ميعادها يوم 30 مارس، تمام. وفي المقابل نادي الزمالك عنده مباراه او مباراتين يعتبروا كمان مؤجلين من الدور الاول، سواء مباراه الاسماعيلي ومباراه الاهلي. مباراه الاسماعيلي مش متحدد لها ميعاد، ليه مش متحدد لها ميعاد؟ او النهارده كمان تحديدا هم بيقولوا لي اهو الاعداد، زمايلنا في الاعداد بيقولوا ان اتحدد خلاص ميعاد لمباراه الاسماعيلي في ابريل القادم، يعني في شهر 4، يعني هيكون بعد كمان مباراه الاهلي، مباراه القمه واللي هي خاصه بالدور الاول. هل في التوقيت ده ممكن الاهلي يحقله بقى ان هو كمان يشتكي يقول ان احنا مش هنلعب مباراه الزمالك غير لما الزمالك يلعب مباراته امام الاسماعيلي؟ هو موقف غريب جدا بصراحه. عشان نبقى يعني بنتكلم بصراحه، المسابقه السنه دي يعني الامور متلخبطه في تنظيم، لظروف كلها خارجه عن اراده اتحاد الكوره ولجنه المسابقات والحاج عامر حسين، لكن لازم الانديه تكون عندها مواقف مهمه في الاحداث دي، لازم هما يستحملوا شويه، لازم نعدي الموسم باي شكل من الاشكال. الغريب في الوضع او في الموقف ان النادي الاهلي ممكن يكون اكتر الانديه المتضرره من بطوله الدوري دلوقتي، لان هو يعتبر لاعب بطولتين افريقيا في موسم واحد، فبالتالي في ضغط المباريات، وبالتالي في اصابات كتير بسبب ضغط المباريات ده، عشان نبقى عارفين برده الاصابات بتبقى من كتر المباريات اللي بتلعب. النادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام، ومع ذلك الواضح كده من المشهد اللي احنا بنشوفه ان النادي الاهلي هو الاكثر حرصا على استكمال بطوله الدوري. بيان فريق بيراميدز، بيان او تضامن نادي الزمالك، انا شايف ان هو بصراحه مع احترامي للناديين ملوش اي لازمه، وبالعكس انتوا كده بتحاولوا تعطلوا الامور. يعني اعتقد الزمالك قريب من الدوري، بيراميدز كمان في المنافسه، انتوا مش او ده مش من مصلحه الكره المصريه بشكل عام. لازم ان احنا قبل كمان ان احنا ننظم بطوله كبيره زي بطوله الامم الافريقيه، لازم الكل يتضافر والكل يتعاون عشان الامور تمشي بالشكل الجيد. بس انا بالتحديد الحته اللي كنت عايز اعلق عليها، هل النادي الاهلي ممكن يعمل او يفكر يعمل زي نادي الزمالك ان هو يعترض على ميعاد مباراه الاهلي والزمالك 30 مارس، ويطلب ان الزمالك يلعب الاسماعيلي مباراته المؤجله من الدور الاول قبل مباراه الاهلي زي ما الزمالك عمل كده؟ مش عارف، ما اعتقدش الاهلي هيعمل كده طبعا. الاهلي حريص او النادي الاهلي حريص كل الحرص على استكمال المسابقه وعلى استكمال بطوله الدوري. دي مواقف مهمه جدا من النادي الاهلي، موضوع شائك وكلام كتير جدا بصراحه من بعض الانديه واتحاد الكوره وبيانات متكرره. الاهم بصراحه في كل الكلام ده ان البطوله تستكمل والمنافسه تفضل قويه، خصوصا ان احنا شايفين بطوله على فكره من الناحيه الفنيه تعتبر بطوله جيده جدا، ينقصها ان شاء الله عوده الجماهير قريبا، ومهم جدا كمان ان الجماهير ترجع قبل بطوله الامم الافريقيه. ان شاء الله الامور تسير بالشكل المطلوب. ده فيما يخص بيانات الانديه سواء بيراميدز والزمالك وكمان اتحاد الكره، اللي رد كمان وقال ان هو يعني على مسافه واحده، على بعد مسافه واحده من كل الانديه في بطوله الدوري العام او في مسابقات اتحاد الكره بشكل كامل، وان الاهم بالنسبه له ان المسابقه تستكمل ومصلحه المسابقه هو الاهم بالنسبه لاتحاد الكره. ده شيء طبيعي وبديهي جدا، كل نادي ليه حق او حقه ان هو يشوف حقوقه فين ويتكلم عنها ويطالب بها.
لكن في اشياء منطقيه واشياء غير منطقيه. على فكره الاهلي بيشارك في بطوله افريقيا، مباراه الاهلي والزمالك لو الزمالك كان خرج من دور ال 32 من الكونفدراليه كانت ممكن تتلعب بدري، لكن اتحاد الكوره اكيد بيقدر. انا طبعا هنا مش مندفاع على اتحاد الكوره ولا حاجه، لكن هو اكيد عنده مسابقات خاصه بالبطولات الافريقيه. الزمالك بيشارك وماشي بشكل كويس في البطوله او بطوله الكونفدراليه، فطبيعي جدا هو يتم تحديد ميعاد من وجهه نظر اتحاد الكوره، وهو ميعاد 30 مارس مباراه الاهلي والزمالك. الزمالك طبعا بعد غياب 3 سنين عن دوري المجموعات من البطولات الافريقيه، فممكن تكون الامور غريبه بالنسبه لهم شويه، لكن ده شيء طبيعي جدا. اي نادي بيشارك في البطولات الافريقيه بيبقى فيه اولويه لمبارياته الرسميه في البطولات الافريقيه، وخصوصا ان هو بيمثل مصر في البطولات دي. لكن ايا كان ان شاء الله الدنيا تمشي بالشكل الجيد من غير اي دوشه واي كلام كتير واي بيانات كتير، عشان ان شاء الله يكون في صالح الكره المصريه اللي مقبله على حدث مهم جدا، وهو حدث بطوله الامم الافريقيه اللي هيتم استضافتها هنا في الملاعب المصريه. وان شاء الله كل التوفيق في تنظيم هذه البطوله الهامه، يكون المنتخب الوطني المصري موفق فيها بشكل كبير. نتكلم عن النادي الاهلي واستعداداته لمباراه سيمبا التنزاني. مباراه اكيد مهمه وغايه في الاهميه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وخصوصا ان هو بيحاول بقدر المستطاع الجهاز الفني واللاعبين، وده الكلام اللي ما بينهم دايما، ان هم يحاولوا ان هم يجمعوا اكبر قدر ممكن من النقاط بدري بدري. ليه؟ لان النادي الاهلي ايضا في نفس التوقيت بينافس على بطولة الدوري، فبالتالي انت لما تضمن تأهلك بدري تحاول تفرغ نفسك شوية للمنافسة كمان على بطولة الدوري. البطولتين ماشيين في وقت واحد، لكن المهم ان انت تحسم امورك بدري بدري، وده كلام ما بين الجهاز الفني واللاعبين. فبالتالي من هنا جاية اهمية مباراة سيمبا التنزاني. احنا عارفين النادي الاهلي متصدر دور المجموعات او المجموعة بتاعته بالتحديد، المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ناقص له برصيد 4 نقاط، ناقص له طبعا مباراة سيمبا التنزاني، يوصل ان شاء الله باذن الله من يكسب هذه المباراة النقطة 7. وعندك مباراة الاياب مع سيمبا التنزاني على طول ان شاء الله، هتكون مباراة اصل ايضا كمان غاية في الاهمية. فبالتالي جدا مهم النادي الاهلي يستعد بكل قوة، وده اللي بيحصل خلال الفترة دي لهذه المباراة. ممكن يكون في عائق شوية هو عائق الاصابات، وهنتكلم عليه بالتفصيل. لكن كمان في نفس السياق يعني تم تأجيل سفر الفريق او معسكر الفريق لبرج العرب استعدادا لهذه المباراه. مقرر ان هم طبعا يسافروا النهارده، مستر لاسارتي والجهاز الفني قرروا ان هم يسافروا بكره بعد التمرين الصبح وبعد احياء ذكرى الشهيد. هم تم تاجيل طبعا السفر بسبب هذه المناسبه، طبعا يعني ربنا يرحم كل شهداء النادي الاهلي والحادث الاليم، ويوم 1 فبراير طبعا ذكرى السنويه لوفاه شهداء وجمهور النادي الاهلي. فبالتالي اللاعبين هيكونوا متواجدين ان شاء الله بكره في مقر النادي، هيكون عندهم تدريب الساعه 9 الصبح، بعديه هيكون في مراسم احياء ذكرى الشهداء داخل مقر النادي الاهلي بجزيره في حضور جميع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. بعديها مباشره ان شاء الله هيتوجه الفريق للاسكندريه بالتحديد برج العرب علشان يستعدوا لهذه المباراه. طبعا هيكون في مؤتمر صحفي بالليل ده طبقا للوائح الاتحاد الافريقي لكره القدم، سواء للنادي الاهلي الجهاز الفني وكابتن الفريق، وايضا بالنسبه لفريق سيمبا التنزاني للحديث عن هذه المباراه. طيب الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي كلنا عارفينها، اصابات كتير يعني ظاهره لازم تدرس، يعني لازم نشوف حل الموضوع ده، لكن شيء بيبقى وارد جدا، سواء اصابات عضليه، اصابات لا قدر الله يعني التواء في الانكل زي ما سعد سمير كده اتصاب النهارده، بعض اصابات الغضروف رباط صليبي زي محمد محمود اللي زار مران الفريق النهارده. لكن بالتحديد انا عايزكم تجيبوا لي بس يا جماعه صوره سعد سمير الاصابه بتاعته، لان سعد سمير تعرض النهارده مع نهايه المباراه او عفوا مع نهايه المران لاصابه في الكاحل. الراجل كان بيعمل جامب نزل رجله اتلوت، فبالتالي لو الصوره اتعرضت هتشوفوا الورم في انكل القدم عند سعد سمير، وبالتالي اللاعب معرض ان هو يغيب عن مباراه سيمبا التنزاني في ظل حاجه النادي الاهلي جود سعد سمير بشكل كبير جدا، جود كل المصابين، لكن بتحديد مركز الدفاع عندنا نقص فيه شويه. ياسر ابراهيم اتصاب، سعد سمير طبعا كان عادل المباراه اللي فاتت وكان بيأدي بشكل جيد جدا جدا لما نزل في احداث المباراه، فبالتالي خلي الناس ابتدت تطمن شويه على خط الدفاع. للاسف النهارده سعد سمير تعرض لاصابه، لكن الجميل ان سعد اهي هي دي الاصابه بتاعت سعد سمير، هو منزلها طبعا حسابه الشخصي على انستجرام على ستوري بالتحديد، وواضح ان هي اصابه تعتبر مش سهله، يعني مش اصابه عاديه. يعني الراجل رجله اتلوت، هو كاتب طبعا الحمد لله على كل شيء، لكن
مهم جدا ان هيكون في محاولات كبيره من الجهاز الفني والجهاز الطبي لتجهيز سعد سمير لمباراه سيمبا التنزاني، لان مهم جدا يكون متواجد سعد. وانا يمكن تواصلت مع سعد شخصيا عبر الهاتف واكد لي ان هو حريص جدا وهيعمل كل فرصه عشان يشارك في المباراه ويكون متواجد ومتاح للجهاز الفني. وده كان كلامه كمان مع مستر مارتين لاسارتي النهارده بعد الاصابه، والراجل قال له انا محتاجك بشكل كبير جدا، هنحاول ان انت او يتم تجهيزك للمشاركه في المباراه. وده اللي حريص عليه جدا سعد سمير بالمناسبه، ودي مواقف اللي بتحسب لابناء النادي الاهلي. يعني على فكره سعد سمير كان عنده مواقف كتير جدا قبل كده لعب وهو مصاب، ولازم الجزئيه دي بالتحديد يتم تقديرها بشكل كبير من قبل جمهور النادي الاهلي، واللي انا عارف اكيد بيقدر هذه المواقف. يعني مثلا في بطوله السوبر المصري ما بين مباراه طبعا الاهلي والمصري البورسعيدي في السوبر واللي كانت في الامارات، قبل المباراه دي سعد سمير كان بقاله شهرين ما بيلعبش كوره، وكان عنده اصابه مش متذكر الاصابه كانت ايه بالظبط، لكن ساعتها طبعا كان كابتن حسام بدري المدير الفني للفريق وقال له يا سعد انت لازم تلعب هذه المباراه ولازم تكون موجود، كان بقاله شهرين ما بيلعبش، وخد حقنه في الركبه. كان عنده اصابه في الركبه في الرباط الداخلي للركبه، الراجل خد حقنه وتحامل على نفسه، والكابتن حسام في التوقيت ده قال له لو ان شاء الله الامور مشيت كويس في الشوط الاول هخرجك واريحك في الشوط الثاني. لكن احنا فاكرين طبعا المباراه دي كلها استمرت ل 120 دقيقه. طبعا دي لقطات من المباراه اللي انا بتكلم عليها واللي كان شارك فيها سعد سمير وهو يعني مش يعني يعتبر مش جاهز اصلا، لكن كان في يعني مطالبه كبيره من الجهاز الفني بقياده كابتن حسام بدري في هذا التوقيت، واصر على ان سعد سمير يشارك في هذه المباراه، وفعلا الراجل شارك وادى مباراه جيده رغم يعني كان لسه شفائه ما اكتملش من الاصابه. فبالتالي ده موقف يحسب لسعد سمير، ولو الراجل شارك وقدر ان هو يدوس على نفسه ويشارك في مباراه سيمبا التنزاني هيبقى موقف رائع منه، وهو او انا فهمت منه ان هو مصر ان هو يشارك في هذه المباراه ويكون اضافه لفريق النادي الاهلي، وخصوصا ان احنا عندنا نقص كبير في خط الدفاع، مش خط الدفاع بس للاسف احنا عندنا يعني اصابات عديده في صفوف الفريق، والراجل اكيد مقدر بشكل كبير جدا الموقف اللي بيمر به النادي الاهلي. على فكره برضه وليد سليمان من ضمن اللاعبين اللي تحاملوا على نفسهم بشكل كبير جدا بسبب الاصابات، وليد سليمان كان عنده اصابات كتير في الركبه وكان دايما بياخد حقن عشان بيبقى حريص اشد الحرص على يعني مساعده زمايله في ارضيه الملعب، وان هو يساهم بشكل او باخر في فوز النادي الاهلي بمختلف المباريات او البطولات اللي بيشارك فيها. فبالتالي المواقف دي لازم الجمهور ما ينساهاش، لازم يبقى في تقدير للمواقف دي من لاعبي النادي الاهلي ان هم يكونوا متواجدين، وانا متاكد بشكل كبير جدا ان جمهور النادي الاهلي بيقدر مواقف ابنائه واللي بيكونوا اكيد حريصين بشكل كبير جدا على اضافه المزيد للفريق، وخصوصا في الظروف الصعبه نحط تحتها 100 خط. طيب كمان النهارده بمناسبه الاصابات محمد محمود اللي عمل مؤخرا عمليه الرباط الصليبي، كان عنده طبعا قطع في الرباط الصليبي وعمل عمليه في المانيا، النهارده تواجد في مران الفريق عشان يآزر زمايله قبل مباراه سيمبا التنزاني ان شاء الله بعد بكره يوم الجمعه الساعه 9 مساء. وكان في يعني حفاوه كبيره جدا من اللاعبين والجهاز الفني ومستر لاسارتي بالتحديد اللي وقف مع محمد محمود وشد من ازره وقال له ان احنا اكيد مستنيينك ان شاء الله ان انت تعود للصفوف الفريق، وان شاء الله هيكون لعيب وعنصر مهم جدا من اهم الصفقات اللي عملها النادي الاهلي في الحقيقه، لكن حظه وحش. بالمناسبه كمان النهارده هيتم الاعلان بشكل نهائي على المكانين المتبقيين في القائمه الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي، طبقا للمعلومات اللي وردت لينا ان الاقرب هيكون صالح جمعه ومحمود وحيد. المفاضله ما بين محمود وحيد ورامي ربيعه، لكن يعني طبقا للمعلومات اللي عرفناها هيبقى صالح جمعه ده اقرب واحد من الثلاثه يعني، ومحمود وحيد ممكن يكون اللاعب الاخير في قائمه النادي الاهلي الافريقيه ان شاء الله، ايا كان مين اللي هيكون موجود ان شاء الله كلهم يكونوا موفقين في مساهمه او مساعده النادي الاهلي في الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. هذه البطوله الغبيه طبعا دي اصابه وذكرى تعتبر سيئه بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، اصابه محمد محمود للاسف اصابه مش خفيفه، لا اسبوع ولا اسبوعين ولا حتى شهر ولا شهرين، للاسف 8 شهور بالنسبه لمحمد محمود، ان شاء الله يعود سريعا. يعني بشكل عام النهارده الحلقه هتكون مهمه جدا وعندنا العديد من الامور اللي هتكلم فيها. الجزء الثاني او الجزء الاخير من حلقه النهارده هيكون معايا ضيفي العزيز وصديقي العزيز عمرو الجرزاوي الناقد الرياضي بجريده الفجر، وهنتكلم في العديد من الامور المحليه والعالميه وبالتحديد فيما يخص النادي الاهلي واستعداداته لمباراه سيمبا التنزاني. نخش في حلقه النهارده ونروح نشوف اهم العالميه.
الأهلي يؤجل سفره للإسكندرية للجمعة لإحياء ذكرى الشهداء. الفريق يواصل تدريباته استعدادا لمباراة سيمبا. السنغالي نيدياي حكما لمباراة سيمبا التنزاني. فحص طبي لسعد سمير بعد إصابته في الكاحل. الخطيب يطالب وزير الرياضة بزيادة الجماهير في الملاعب. اتحاد الكرة يصدر بيان للرد على الزمالك وبيراميدز. كلوب يهاجم حكم مباراة ليستر بسبب محمد صلاح. طيب اخبار كتير طبعا زي ما شفنا كده في العناوين، كلها او معظمها اخبار بتخص النادي الاهلي، كمان في اخبار بتخص محمد صلاح نجمنا والمحترف في ليفربول، وكمان اخبار بتخص اتحاد الكره والكره المصريه بشكل عام. لكن خلينا نبتدي باخبار النادي الاهلي ونروح نشوف اهم ما كتب عن النادي الاهلي في الصحف النهارده. في المساء بعد اجتماعه بوزير الشباب والرياضه، الخطيب يطلب زياده اعداد الجماهير في الملاعب. نجاح بطوله الامم يتوقف على تضافر جهود الجميع. في الاهرام الاهلي يبحث عن رحله طيران لتنزانيا لتجنب تاجيل مباراه الحرس. مواجهه سيمبا بقائمه اضطراريه والتمسك بحكام اجانب امام بيراميدز والزمالك. الجمهورية المسابقات تفتح ملف مؤجلات الأهلي بعد شكوى بيراميدز والزمالك يترقب. شبح إلغاء الدوري يظهر من جديد. الأخبار المسائي الأهلي يصطدم بالجبلية، أزمة مباراة الحدود تتصاعد، ولا سارتي يجهز الأساسيين لسيمبا. الشروق الأهلي يعدل موعد سفره إلى تنزانيا بسبب مباراة الحرس. البعثة تغادر القاهرة عقب مواجهة الحدود بساعات وتعود فجر 13 فبراير استعدادا لملاقات الانتاج الحربي 16 من نفس الشهر. لاسارتي يدرس الدفع بحمودي بدلا من رمضان صبحي. المصري اليوم الاصابات تربك حسابات لاسارتي قبل مواجهة سيمبا. تأكد غياب رمضان يزيد الاوجاع ومكافآت خاصة لعبور بطل تنزانيا. المسا من اجل احياء ذكرى الشهداء، لاسارتي يؤجل معسكر الاهلي استعدادا لسيمبا. الاخبار الاهلي جاهز لترويض الاسد سيمبا، لاسارتي يحذر من سرعات المنافس، ورمضان يواصل التاهيل ومنفذ جديد لبيع التذاكر. الاخبار المسائي السنغالي نيدياي حكما لموقعات سيمبا. الجمهوريه أزمة الكبار في الأهلي، لاسارتي يفضل أصحاب الرئة الثالثة. طيب أخبار كلها مهمة في الحقيقة، تحديد فيما يخص النادي الأهلي وكل ما كتب عنه في صحف النهاردة. وزي ما تابعنا كده معظم الأخبار بتتكلم عن استعدادات النادي الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني، وأكيد مباراة هامة جدا في ظل عدد من الإصابات المهمة بشكل كبير واللي هتغيب عن النادي الأهلي في هذه المباراة، وآخرهم طبعا ياسر إبراهيم ورمضان صبحي، كمان النهارده سعد سمير، وإن شاء الله محاولات قائمة إن هو يشارك في هذه المباراة. المسا اتكلمت بالتحديد على جزئية الجماهير، وكان في اجتماع ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وكابتن محمود الخطيب طالب بزيادة أعداد الجماهير في الملاعب. إحنا عارفين إن الدوري يعتبر 5000 مشجع بيحضر المباريات. كابتن محمود الخطيب طلب ان العدد يزيد ل 10000 مشجع، وكمان طلب بخصوص البطوله الافريقيه وبطوله دوري ابطال افريقيا ان العدد يتم زيادته اكثر من كده بكثير، محدد للنادي الاهلي في هذه البطوله او للجمهور بحضور 10000 مشجع بس. كابتن محمود الخطيب طلب ان يكون حوالي 75% من سعه الملعب يكون متواجد فيهم جمهور في المدرجات، ودي امور كلها هيتم دراستها من قبل وزاره الشباب والرياضه. نتمنى ان هم يحاولوا يحلوا الموضوع ده، لان تواجد الجمهور بشكل عام يعني بيدي روح للمباريات، وكمان ما بالك جمهور النادي الاهلي اللي اكيد بيساهم بشكل كبير جدا في انتصارات الفريق، وخصوصا لما الاعداد بتاعته تزيد داخل الملعب اكيد بيدي رعب كمان للفرق المنافسه. فكانت جزئيه مهمه جدا في الاجتماع الخاص ما بين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ووزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي. الاهرام
اتكلمت على ان الاهلي بيبحث عن رحله طيران لتنزانيا. احنا عارفين ان المشكله النادي الاهلي كان طبعا بعت خطاب لاتحاد الكوره وطلب ان هو ياجل مباراه حرس الحدود يوم 8 لان مفيش ميعاد للطيران طبقا طبعا للظروف الخاصه بالطيران للسفر لتنزانيا عشان الفريق يواجه فريق سيمبا التنزاني في مباراه الاياب او الجوله الخامسه او الجوله الرابعه بالتحديد من بطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي اتحاد الكره رفض، فالنادي الاهلي بيحاول يحل هذه المشكله عن طريق طبعا كابتن سمير عدلي المدير الاداري للفريق واللي بيبذل بصراحه مجهودات كبيره جدا في حل الازمه دي. فهيتم يعني بنسبه كبيره جدا الفريق هيخلص مباراته مع حرس الحدود يوم 8، بعديها مباشره ممكن يتوجه للمطار علشان يطير سريعا لتنزانيا ويستعد لمباراه الجوله الرابعه امام سيمبا التنزاني، وهتكون مباراه اكيد غايه في الاهميه. وكل مباراه اكيد طبعا في دوري ابطال افريقيا تكون مباراه مهمه خصوصا في دور المجموعات واللي انت بتحاول طبعا تحسم الامور بدري بدري زي ما قلت لكم، ده هيكون شيء مهم جدا. كمان في نفس سياق الخبر ان الاهلي بيتمسك بحكام اجانب لمباراتي بيراميدز والزمالك، وده شيء مهم جدا وطبيعي وبديهي ان النادي الاهلي يكون بيطالب بحكام اجانب، مش بس ان انا اجيب حكم اجنبي وخلاص، لا مهم جدا ان انا اجيب حكم اجنبي من الحكام الكبار في اوروبا بالتحديد، لازم يكون حكم اوروبي يكون حكم كبير، وعلشان طبعا الامور تبقى ماشيه في المباراه بشكل كويس وما يبقاش فيه اعتراضات كبيره من الفرق. واخطاء التحكيم حتى لو حكم اجنبي ورد بشكل كبير جدا، لكن يعني تقليلا لعدد الاخطاء اللي احنا شايفين طبعا اخطاء كثيره جدا هذا الموسم في الدوري المصري من جانب التحكيمي بالتحديد. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله بالذات طبعا الحكام المصريين خلال المرحله المقبله. من ضمن الاخبار برضو المهمه الجمهوريه قالت ان المسابقات بتفتح ملف مؤجلات الاهلي بعد شكوى بيراميدز والزمالك يترقب كمان. احنا عارفين الزمالك طبعا تضامن مع بيراميدز في موقف انا بصراحه شايفه انه ما كانش ليه دراسه من المسؤولين في نادي الزمالك قبل ما يتضامنوا. ممكن بيراميدز تاخد اي موقف، ممكن انديه بتمشي ورا المواقف دي عادي، يعني كل واحد ووجهه نظره، اكيد وجهه نظره تحترم بشكل كبير جدا. لكن زي ما قلت لكم زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه بخصوص الموضوع ده، الموضوع ده اكيد ممكن يعني يبقى زي ما مكتوب كده في الخبر في شبح لالغاء بطوله الدوري، وده اللي اكيد ما نتمناهوش خالص. لازم ان الامور تمشي بالشكل الجيد علشان يكون المسابقه تنتظم، او هي مش هتنتظم لان احنا عارفين ان كده كده في مباريات في بطوله الامم الافريقيه ومباريات افريقيه للنادي الاهلي والنادي الزمالك، يعني ظروف ان شاء الله موسم استثنائي ويعدي ونخلص منه. لكن الاهم ان لازم الكل يتضافر جهوده علشان ان شاء الله يعني ما يبقاش في الغاء لبطوله الدوري، ده اكيد ما حدش يتمناه خالص خالص ان بطوله الدوري تخلص. هيبقى شكلها وحش قوي لما تكون مصر تنظم بطوله الامم الافريقيه في نفس الموسم بسبب تنظيم بطوله الامم الافريقيه نلغي بطوله الدوري، هتبقى حاجه يعني صداها مش حلو خالص في الساحه العالميه بشكل عام، يعني مش الساحه الافريقيه بس. طيب كمان الشروق قالت ان الاهلي بيعدل موعد سفر، وده خلاص اتكلمنا فيه بسبب مباراه الحرس، وكمان الباعثه هتغادر القاهره عقب مواجهه الحدود بساعات، وده كمان قلته لكم خلاص وده اكيد ده شيء مهم. لكن الاهم ان مستر لاسارتي بيدرس الدفع بحمودي بدلا من رمضان صبحي. احنا عارفين ان رمضان هيغيب اسبوعين، وبصراحه هو لعيب مهم قوي الراجل من ساعه ما جه، يعني في فرق في الناحيه الهجوميه شويه. خلينا نتكلم بصراحه، لعيب عنده قدرات بدنيه ومهاريه كبيره جدا رمضان صبحي في الحقيقه، وللاسف تعرض لاصابه سواء اجهاد عام او كمان اجهاد في العضله الاماميه بالتحديد، ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا. حمودي من ضمن الخيارات بالنسبه لمستر مارتين لاسارتي، لكن من ضمن ايضا الخيارات اللي بيتم التفكير فيها بشكل كبير قوي ان علي معلول يلعب كجناح ايسر في المباريات اللي هيغيب فيها رمضان صبحي، مع وضع في الاعتبار ان كمان جونيور اجايي بيأدي في المكان ده، واصلا ده مكانه الاساسي بشكل جيد جدا، مع وضع كمان في الاعتبار عوده صلاح محسن مهاجم الفريق. فبالتالي ده فيما يخص المباريات الافريقيه بالتحديد. احنا كمان عندنا المباريات المحليه، تم قيد كمان عمرو جمال ممكن يكون متاح للمشاركه في المباريات بجانب رامي ربيعه. يعني اعتقد ان في بدائل كثيره لمستر مارتن لاسارتي بخصوص اصابه رمضان صبحي ومين اللي هيكون البديل لرمضان صبحي في المباريات. طيب اتكلمنا كمان زي ما قالت المسا كده ان خلاص تم تاجيل سفر الفريق لمعسكره في برج العرب علشان احياء ذكرى الشهداء ان شاء الله غدا، وان شاء الله هي ذكرى يعني للاسف حزينه جدا علينا كلنا على الكره المصريه بشكل عام مش على جمهور النادي الاهلي بس. فبالتالي ان شاء الله الفريق هيسافر على طول بعد ما يخلص احياء هذه الذكرى، وهيكون خلاص ادى مران وكمان الساعه 9 صباحا،
وكمان هيعلن القائمة الخاصة بهذه المباراة مستر مارتن لاسارتي والجهاز المعاون. الأخبار قالت أن الأهلي جاهز لترويض الأسد سيمبا. لاسارتي يحذر من سرعات المنافس، رمضان يوصل تأهيله منفذ جديد لبيعة الدرب. طيب مباراة سيمبا ممكن البعض شايفها مباراة يعني مش صعبة قوي، مش عايز أقول سهلة، ممكن البعض شايفها مباراة مش صعبة قوي، خصوصا أن فريق سيمبا تنزاني المباراة الأخيرة خسر من فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 5-0، لكن الناس ناسية أن فريق سيمبا تنزاني أيضا فاز على فريق شبيبة الثورة بنتيجة 3-0، فبالتالي هي كل مباراة وليها ظروفها، لكن يبقى فريق سيمبا تنزاني أحد الفرق الكبار جدا وعنده قدرات كبيرة وعنده سرعات زي ما قال مستر مارتن لاسارتي، يعني فريق يعتبر خطر وتم تحذير اللاعبين بالتحديد من الجانب أو جانب السرعات الخاص بفريق سيمبا تنزاني، ومهم جدا أن الفريق يقف على نقاط القوة والضعف الخاصة بهذا الفريق علشان إن شاء الله يقدر النادي الأهلي يتخطى هذه العقبة، مش العقبة دي بس، عقبة كمان مباراة العودة إن شاء الله بإذن الله يوم 12، فأكيد مباراة مهمة ومحاضرات أكيد مستمرة من قبل مستر مارتين لاسارتي والجهاز المعاون بخصوص هذه المباراة. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. الخبر الأخير اللي عايز أعلق عليه في كل ما يعني تم كتاباته عن النادي الأهلي في الصحف النهاردة بتحديد من الجمهورية، وقالت إن في أزمة للكبار في النادي الأهلي اللي هم قصدهم يعني كبار شوية في السن الكروي اللي تخطوا 30 يعني مع ده أحمد فتحي. تمام. لاسارتي يفضل اصحاب الرئه الثالثه او الرئه الثالثه. طيب هم قصدهم ايه؟ قصدهم ان في بعض اللاعبين اللي ممكن مستر مارتن لاسارتي ما يلجاش ليهم خلال المراحل القادمه وما يشاركوش مع النادي الاهلي، ويمكن هم كمان كتبوا في الخبر ده ابرز هؤلاء اللاعبين حسام عاشور ووليد سليمان. هي بصراحه هي حاجه طبعا مع احترامنا وتقديرنا الكامل لزمايلنا الاعزاء في الجمهوريه، لكن حاجه غير منطقيه خالص ان يتم حسم الامور بهذا الشكل، ومعلومه غريبه جدا صعبه هيجيبوها يعني مش عارف، ما اعتقدش مستر مارتين لاسارتي صرح بهذا الكلام، لكن وارد جدا ان حسام عاشور، طبعا حسام عاشور فيش مدير فني اجنبي جه ما اعتمدش على حسام عاشور، لعيب مهم جدا ما لهاش علاقه بالسن خالص، احنا بنشوف لاعبين كبار في اوروبا وفي انديه كتيره جدا على المستوى العالمي بيتخطوا ال 33 و 35 سنه وبيأدوا وبيشاركوا بشكل اساسي في المباريات. اعتقد تقرير يعني او كلام من جريده الجمهوريه ممكن ما يكونش موفق شويه، وكلها امور ترجع للرؤيه الفنيه لمستر مارتين لاسارتي. طيب ده كان خبر مهم برضو التعليق عليه، لكن خلينا نروح لمداخله مهمه جدا مع الكابتن مدحت طه اسماعيل المدير الفني لفريق 99 بالنادي الاهلي. يا كابتن مدحت مساء الفل عليك. الو الو معانا يا جماعه؟ الو فاصل. طيب اوكي هنحاول نجيب كابتن مدحت طه اسماعيل تاني، لان طبعا النهارده كان في مباراه ما بين الاهلي والمصري بورسعيد وقدر النادي الاهلي يفوز بنتيجه 7-0، نتيجه كبيره جدا لازم نبارك له على هذه النتيجه طبعا، ونبارك لفريق 99 بالنادي الاهلي وشباب النادي الاهلي او قطاع الناشئين بشكل عام، عندنا فيه العديد والعديد من اللاعبين المميزين واللي ان شاء الله هيكونوا نواه المستقبل بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. طيب كنا بنتكلم على الخبر بتاع الجمهوريه وده كان شيء مهم جدا، و يعني مش عايزين نخلق ازمات بالنسبه لفريق النادي الاهلي، مفيش ازمه ولا حاجه للكبار، كله بيجتهد في التدريبات، كله بيحاول يبذل كل ما بوسعه علشان يقدر يشارك في المباريات بشكل طبيعي، اللاعبين الكبار ليهم دور كبير جدا، سواء وليد سليمان، سواء حسام عاشور طبعا كابتن الفريق، شريف اكرامي احد كباتن الفريق، كل اللاعبين الكبار اكيد ليهم دور كبير جدا في نقل الخبرات بالنسبة لبقية اللاعبين اللي موجودين في صفوف النادي الأهلي فترة حالية، وفي بعضهم لاعبين جدد، فبالتالي يعني كلام ملوش يعني أي أساس من الصحة إطلاقا، وأعتقد أن النادي الأهلي أو الجهاز الفني بقيادة مستر مارتن لاسارتي هيشوف الأصلح بشكل عام بغض النظر عن السن، بغض النظر عن السن هو اللي هيكون أقرب للمنافسة أو المشاركة في المباريات الرسمية مع النادي الأهلي بشكل طبيعي، وده شيء أكيد هيكون مهم جدا 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 في ظل كمان تواجد عدد كبير جدا من الإصابات في صفوف النادي الأهلي الفترة دي. طبعا دي لقطات من مران فريق النادي الأهلي، فإن شاء الله بإذن الله الأمور كلها تسير بالشكل الجيد بالنسبة للفريق، خصوصا إن أنت بتنافس في بطولتين مهمين جدا لجمهور النادي الأهلي، سواء بطولة الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا، إن شاء الله
النادي الاهلي يقدر يؤدي فيهم بالشكل الجيد والمطلوب عشان يحقق المراد والهدف الاسمى دايما هو الفوز باي بطوله بيشارك فيها، ما بالك طبعا بطوله الدوري وكمان بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل كل فقرات كلام في الميديا النهارده. رجعنا لكم من جديد وفقرات حلقة كلام في الميديا النهاردة، وزي ما قلت لكم عندنا العديد من الفقرات الهامة والأخبار المهمة جدا بخصوص النادي الأهلي، عشان كده نشوف إيه اللي اتكتب عن النادي الأهلي في مواقع النهاردة. موقع رسمي الأهلي: لاسارتي يتحدث مع لاعبي الأهلي عن أهمية مباراة سيمبا التنزاني. الشروق: بالصور إقبال كبير من جماهير الأهلي على تذاكر مباراة سيمبا. اليوم السابع: رامي ربيعة يشارك في تقسيمة الأهلي وجلسة بين لاسارتي والطبيب. البوابة سبورت: صالح جمعة يشارك في مران الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا. الشروق: عاشور والشيخ يشاركان في تدريبات الأهلي الجماعية. الفجر الرياضي: الخطيب يطمئن على ترتيبات استقبال الأهلي في تنزانيا. الوفد: شريف إكرامي يخوض تدريبات منفردة في الأهلي. في البول: محمد محمود يظهر في مران الأهلي لمؤازرة زملائه قبل مواجهة سيمبا. موقع رسمي الأهلي: الصافي يمنح لاعبات طائرة الأهلي راحة اليوم. طيب خلينا نبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي واللي اتكلم عن طبعا اهميه مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني. طب قبل ما نتكلم عن هذه المباراه والكلام اللي اتكتب في المواقع النهارده عن النادي الاهلي، خلينا نروح سريعا للكابتن مدحت طه اسماعيل المدير الفني لفريق 99 بالنادي الاهلي. يا كابتن مدحت مساء الفل عليك. كابتن مدحت. الو يا كابتن مدحت. ايوه مساء الفل عليك، عامل ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت معانا على الهوا، احنا على الهوا دلوقتي في قناه الاهلي، معاك امير هشام. ماشي، اهلا وسهلا. ازيك كابتن، عامل ايه، اخبارك ايه، كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. عايز ابارك لك طبعا على الفوز الكبير على فريق المصري البورسعيدي بنتيجه 7-0، مباراه اكيد كانت صعبه ومباراه اقيمت في السويس، يعني كمان مش على ملعبك، يعني مباراه اكيد كانت قويه جدا، لكن فوز يعتبر كبير قوي وملفت للنظر في الحقيقه، وانا عايز ابارك لك على هذا الانتصار وهذه المباراه، وكلمنا عن مجريات المباراه ومجريات الامور واحداث مباراه اليوم ما بين الاهلي والمصري البورسعيدي، وهل انت كنت تتوقع هذه النتيجه ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين طبعا على المكسب. طبعا كنا بندور على ثلاثه بونص والحمد لله ربنا كرمنا. اللي حصل ان احنا طبعا كنا بنحاول يعني نعرض نتفادى الموضوع المباراه السابقه، والحمد لله ربنا كرمنا والولاد كانوا مش كويس، وقدرنا الحمد لله بفضل من ربنا ان احنا في الدقيقه كانت تقريبا عدى حوالي 12 دقيقه كنا 4-0. الولاد من حماسهم الحمد لله قدرنا نخلص الماتش يعني تقريبا في اول ربع ساعه يعني. والحمد لله الفضل بقيه الماتش قدرنا نسيطر سيطره كامله على المباراه، والحمد لله بفضل من ربنا النتيجه وصلت لغايه 7. والحمد لله بعد اداء جيد، ويعني نتيجه طبعا مرضيه جدا بظل طبعا ان احنا بنلعب خارج ارضنا. طيب كابتن مدحت، انا عارف ان انت عندك بعض النواقص في صفوف الفريق، وخصوصا بعد يعني اعاره بعض اللاعبين من فريق الشباب بالنادي الاهلي، فبالتالي تم تصعيد بعض الاخر من فريق 99 لفريق الشباب. ازاي بتقدر تواجه هذه الجزئيه بالتحديد في سد الثغرات اللي عندك في صفوف فريق 99؟ والله احنا الحمد لله طبعا زي ما بقول لحضرتك طبعا كان عندنا نقص كتير في حتت كتير، لكن الحمد لله ان احنا قدرنا النهارده نستعين بمجموعه كويسه من فرقه الالفين. والحمد لله النهارده زي ما بقول لحضرتك الاداء متكامل جدا الحمد لله، وكانت النتيجه كانت ممكن تخسر تخسر اكثر من كده بكتير يعني. طبعا تمام. طيب المباراه المقبله هتكون مين، وموقف الفريق في بطوله الدوري ايه يا كابتن مدحت؟ كابتن مدحت معانا يا جماعه على التليفون قطع. طيب خلاص بنشكر كابتن مدحت طه
اسماعيل طبعا المدير الفني لفريق 99، والاكيد بنبارك لهم على الفوز الكبير على فريق المصري البورسعيدي نتيجه 7-0، نتيجه كبيره جدا طبعا. طيب نكمل بقيه اخبارنا، وبالتحديد كنا بنتكلم على الخبر الخاص بموقع رسمي للنادي الاهلي واللي اتكلم فيه عن كلام مستر لاسارتي مع اللاعبين، واحنا كنا اتكلمنا معاكم في بدايه الحلقه واهميه مباراه الاهلي وسيمبا الفنزاني. واكيد بصراحه يعني اعتقد بصمات مستر مارتين لاسارتي ابتدت تبان على فريق النادي الاهلي، خصوصا في الشوط الاول بنشوف يعني ضغط عالي بشكل كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي ومجهود اكثر من رائع بينتج عن احراز الاهداف، بتحاول ان انت بشكل او باخر تحسم المباراه او المباريات بشكل عام بشكل مبكر، فبالتالي ده شيء مهم. ومستر مارتين لاسارتي عارف جدا مدى اهميه بطوله دوري ابطال افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره العظيم، فبالتالي في تركيز كبير جدا على هذه المباراه. الشروق كمان اتكلمت على طبعا حضور او اقبال كبير من جماهير الاهلي على تذاكر مباراه سيمبا التنزاني، واحنا عارفين طبعا جمهور النادي الاهلي لما بيصدق يلاقي مباراه للفريق بجمهور او بعدد كبير او عدد مسموح من الجمهور، بالتالي 10,000 هيكونوا متواجدين في هذه المباراه، فاكيد في اقبال كبير جدا من جمهور النادي الاهلي عشان يأزروا الفريق في مباراه مهمه جدا زي ما احنا شايفين في الصوره كده، عدد كبير وجيد جدا من جمهور النادي الاهلي. انا اعتقد ال 10,000 هيحضروا بشكل كامل في ملعب استاد الجيش ببرج العرب، وان شاء الله يكونوا السند رقم واحد لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. كمان اليوم السابع اتكلمت عن ان رامي ربيعه بيشارك في تقسيمه الاهلي وجلسه بين لاسارتي والطبيب. اخيرا رامي ربيعه يعني رجع للمشاركه في التدريبات مؤخرا، يعني من 4-5 ايام كده الراجل ابتدى يشارك في التدريبات الجماعيه بشكل جيد جدا. احنا عارفين ان هو كان عنده اصابه طويله قوي، كان مزق في العضله الضامه والتهابات في الحوض وكمان شفي منها، بعديها كمان جاله كسر في ايده بعد ما نزل تدريبات. الحمد لله الدنيا تمام بالنسبه لرامي ربيعه دلوقتي. مهم جدا 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 تواجد لعيب بحجم رامي ربيعه في ظل تواجد ايضا بعض اللاعبين المهمين جدا في هذا المركز، سواء سعد سمير وهو لاعب دولي ولاعب كبير جدا في صفوف النادي الاهلي، ياسر ابراهيم صفقه واضافه قويه جدا بالنسبه للفريق. الخط الدفاع بالتحديد انت عندك لاعبين جيدين، بس ان شاء الله يعني الاصابات تبعد عنهم شويه، وبالتحديد رامي ربيعه اللي حظه وحش شويه، ان شاء الله الامور تمشي بشكل جيد بالنسبه لرامي ربيعه ولفريق النادي الاهلي بشكل عام. البوابة سبورت اتكلمت كمان على ان صالح جمعه بيشارك في التدريبات. صالح جمعه كان عنده اجهاد كده في العضله الخلفيه، احنا عارفين ان هو شارك في جزء من مباراه مصر المقاصه اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-0، لعب 10 دقائق بالظبط تقريبا. عوده صالح جمعه كمان عوده مهمه جدا للنادي الاهلي بشكل عام، خصوصا كمان العوده الاخيره دي بعد الاصابه الاخيره لي باجهاد في العضله الخلفيه، وده شيء طبيعي وارد جدا لانه كان بعيد بشكل كبير عن المشاركه في المباريات، لكن مهم تواجد صلاح جمعه، اعتقد ان هو يعني قاب قوسين او ادنى من القيد في القائمه الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله يكون اضافه بالنسبه للفريق. الشروق كمان بتتكلم عن الاصابات، ما حدش ما بيتكلمش على الاصابات الخاصه بالنادي الاهلي الفتره دي او الفترات الكبيره، يعني احنا بقى لنا ايه 3 4 شهور كده اصابات كتير للاعيبه النادي الاهلي. فبالتالي الشروق قالت ان عاشور والشيخ يشاركان في تدريبات الاهلي الجماعيه. طب واحنا بنتكلم عن الخبر ده خلينا نروح سريعا لزميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، ويقول لنا طبعا تفاصيل اكتر عن مران الفريق النهارده وعن الاصابات الخاصه بلاعيبه النادي الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي امير، وتحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام. عايزين نطمن طبعا منك يا شريف وطمن كل جمهور النادي الاهلي على مران الفريق النهارده والامور كانت ماشيه ازاي واستعدادات النادي الاهلي لمباراه سيمبا التنزاني. التمرين كان في العشاء صباحا طبعا اسلام لمباراه سيمبا السبت القادم اللي اتمنى باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي فيها. كان في محاضره تجي النهارده قبل بدايه التمرين كده مع اللاعبين، مستر لاسارتي كان بيوري اللعيبه طبعا فريق سيمبا بيشوف نقط الضعف والقوه في الفريق. يمكن شريف اكرامي نزل التمرين بدري شويه، عمل تمرينات منفرده شويه، عاوز يرجع نفسه بكل قوه، عاوز يكون جاهز. يمكن بعد محاضره الفيديو كان في محاضره في الملعب حوالي 5 دقائق كان فيها رسالة مع اللاعبين عن اهميه المباراه، عن اغلاق الملف المحلي والتركيز فقط في مباراه سيمبا، تقديم عرض مشرف، تقديم عرض يليق باسم النادي الاهلي، الحصول طبعا على الثلاث نقاط والفوز علشان النادي الاهلي يكمل في تصدره لهذه المجموعه. يمكن بعد المحاضره كان في تدريب بدني وتخصص على الجول ثم تقسيمه. يمكن كان في تمرينات او النهارده نزل في التمرين او اعلن جاهزته لهذه المباراه
حسام عاشور طبعا اللي يعني للناس كلها النهارده قبل نزوله في التمرين بريحية شديده. كان موجود الشيخ وصالح جمعه ايضا شاركوا في المرام بالكامل. كان في حضور للتمرين طبعا النهارده محمد محمود بعد رجوعه من المانيا وقوبل بترحاب شديد جدا 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 من الجهاز الفني للاعبين، رفعت روحه المعنويه جدا. محمد محمود النهارده حاسس ان يعني كل تعب الاصابه كله النهارده في مقابله زمايله ليه النهارده والجهاز الفني، حاسس بفرحه شديده جدا. كان في جلسه النهارده مع على شرط مع ايمن اشرف، كريم نجدد، محمد شريف اتكلم معاهم يمكن فتره طويله في الملعب. التأهيل مستمر على الجانب الاخر، رمضان صبحي، مروان محسن، اسلام محارب، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، علي لطفي. يمكن تدريب النهارده محطه الاحمال يمكن عمل تمرين لحسين الشحات ومحمد هاني ومعلول، كان تدريب خفيف جدا اليوم عشان الاجهاد، وشارك ايضا في جزء برضه من تدريب الخفيف دوت صلاح محسن. على الجانب الاخر طبعا الكابتن طارق سليمان مع الحراس اكرامي والشناوي ومصطفى الشوبير اللي بيقدموا تمرينه ولا اروع ولا اجمل. يمكن التمرين كله يدعو للتساؤل، التمرين كله ان كله مركز، كله عاوز باذن الله يكون يوم السبت في انتصار. المفروض ان الاهلي كان يسافر النهارده، ولكن طبعا تخريب لذكرى الشهداء بكره، قرر تاجيل السفر من النهارده هيكون بكره باذن الله علشان خاطر بكره يبقى فيه ذكرى طبعا تخريب الشهداء باذن الله يكون كلهم في الجنه باذن الله. سمير امين اتفضل. طيب شريف، عايز اسالك عن حسام عاشور واحمد الشيخ، هل خلاص شاركوا في التدريبات الجماعيه ولا لسه قدامهم شويه؟ لا، في التمرين الجماعيه واعلنوا جاهزيتهم للمباراه. جاهزين للمباراه؟ طبعا احمد الشيخ مش مقيد افريقيا، كان حسام عاشور مش مقيد بس ممكن اي النهارده طبعا لو الجهاز الفني بتاعه. رامي ربيعه النهارده بيشارك في التقسيمه كلها ما شاء الله، واقف على رجليه كويس جدا، بيعلن جاهزيته. عمرو جمال المتالق بيعلن جاهزيته، فلو اي حد متأيد هيكون جاهز للمباراه. حسام عاشور جاهز، احمد الشيخ جاهز، يمكن يعني بجاهزيه 100% كمان، يعني مش مثلا مش بنسبه صغيره. صالح جمعه انا ما شاركش امبارح، بيشارك النهارده وبيتعلق في التمرين. خلاص بشكرك، جاهز باذن الله لهذه المباراه ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا طبعا زميلنا العزيز شريف شعبان رئيس القناه الاهلي، واللي قال لنا كل ما يخص الفريق واستعداداته لمباراه سيمبا التنزاني بعد بكره ان شاء الله الساعه 9 مساء. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. نروح نشوف اهم الاخبار المحليه والعالميه واخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع، اتحاد الكره يغلق اليوم باب القيد الشتوي للانديه. الشروق، اتحاد الكره يرد على الزمالك وبيراميدز، نقف على مسافه واحده من جميع. في الجول، وزير الرياضه، نحاول بدء طرح تذاكر امم افريقيا في ابريل. البوابه نيوز، الجبليه تجهز رؤساء لجان الامم الافريقيه للعرض على وزير الرياضه. الفجر الرياضي، أجيري يفاضل بين 30 لاعبا استعدادا لمواجهتي النيجر ونيجيريا. اليوم السابع، محمد عواد، حضور احمد ناجي لمباريات الوحده السعودي حافز كبير لي. لاعبه طبعا من فيتو، لاعبون محترفون على الرادار شوقي غريب. الفجر، ليفربول يهاجم حكم مباراه ليستر سيتي بسبب محمد صلاح. سكاي نيوز، بعد الإصابة نيمار يقرر الذهاب لبرشلونة ويثير الجدل. سبورت 360، جوردي ألبا ينفي تجديد عقده مع برشلونة. طيب اخبار، يعني في اخبار مهمه جدا، اخبار محليه وعالميه. اتكلمنا خلاص، الشروق قالت ان اتحاد الكره يرد على الزمالك وبيراميدز في بيان اصدره الاتحاد بالامس، وقال ان هو على بعد مسافه واحده من جميع الفرق، وان المصلحه الاساسيه بالنسبه لهم هي مصلحه المسابقه، وده شيء طبيعي جدا. في الجول كمان اتكلمت على ان وزير الشباب والرياضه قال ان هو بيحاول او هيحاول ان شاء الله بدء طرح تذاكر امم افريقيا في ابريل، وشيء جيد ان انت تطرح التذاكر بدري شويه علشان يكون في تنظيم في بيع التذاكر، وده شيء بيكون مهم جدا. احنا عارفين بيحصل او بيحدث اشياء كتير جدا في اطار بيع التذاكر بشكل عام للمباريات وبطولات كبيره زي بطولات الامم الافريقيه. ان شاء الله التنظيم يبقى اكثر من رائع من قبل مصر والاتحاد المصري لكره القدم في تنظيم بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله.
البوابه نيوز قالت ان الجبليه تجهز رؤساء للجان الامم الافريقيه للعرض على وزير الشباب والرياضه. احنا عارفين طبعا ان في لجنه عليا هيترأسها رئيس الوزراء يعني الحكومه المصريه، وايضا لجنه او اللجنه المنظمه البطوله هتكون برئاسه المهندس ثانيه ابو رضا رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، وهيكون فيها العديد والعديد من اللجان سواء لجان الاعاشه، لجان الخاصه بالبطوله بشكل عام، في لجان عديده وعديده هتكون متواجده طبعا في تنظيم او في اطار تنظيم بطوله الامم الافريقيه. وفي الحقيقه هو في صراع بالنسبه للجان ده في الاتحاد المصري لكره القدم، لكن الاهم ان شاء الله ان اللي يتولى اي لجنه من اللجان ان شاء الله يقدر يؤدي دوره بالشكل الجيد في صالح تنظيم رائع لمصر ان شاء الله في بطوله الامم الافريقيه. الفجر كمان بتتكلم على ان اجيري يفاضل بين 30 لاعبا استعدادا لمواجهتي النيجر ونيجيريا. احنا عارفين ان مصر ناقص لها او منتخب مصر ناقص له مباراه في بطوله او في تصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه امام النيجر، واكيد مباراه هتكون مهمه رغم ان هي طبعا مباراه تحصيل حاصل خلاص ان منتخب مصر موجود في بطوله الامم الافريقيه بجوار تونس، لكن هتكون مباراه مهمه لالقاء النظر على بعض اللاعبين وتقييمهم بشكل كبير جدا من قبل الجهاز الفني، خصوصا ان في عدد من اللاعبين تألقوا بشكل كبير في الدوري المصري. وكمان قبل مباراه نيجيريا اللي هتكون ايضا مباراه وديه مهمه للمنتخب المصري عشان يقف على مستويات بعض اللاعبين اللي ممكن يحتاج لهم كمان في بطوله الامم الافريقيه، واللي اصبحت هدف اساسي بالنسبه للمنتخب والجماهير المصريه خصوصا انها هتقام في مصر. اليوم السابع وتصريح عن محمد عواد طبعا حارس فريق الوحدة السعودي، واللي قال ان حضور الكابتن احمد ناجي لمباراة الوحدة السعودي حافز كبير بالنسبه له. في الحقيقه الراجل محمد عواد حارس مرمى جيد وبيؤدي مستويات جيده، والشيء الافضل ان الكابتن احمد ناجي بيروح يبص على مستوى الحارس من خلال ارض الملعب على الطبيعه عشان يقدر يقيمه بالشكل الجيد ان شاء الله يكون اضافه للمنتخب المصري. الفجر كمان وده اخر خبر هنعلق عليه وهو خاص بليفربول، يعني من ضمن الاخبار العالميه وبتحديد محمد صلاح، ان ليفربول بيهاجم حكم مباراه ليستر سيتي بسبب محمد صلاح. في الحقيقه مش بسبب محمد صلاح بس، بسبب الفرقه ككل، لان امبارح كان في بعض الاخطاء التحكيميه اللي اثرت على نتيجه المباراه واللي انتهت 1-1 ما بين محمد صلاح او ما بين ليفربول وليستر سيتي. وكان في كره بالتحديد لنبي كيتا كده كانت ممكن تتحسب ضربه جزاء، وهي في الحقيقه يعني المفروض ان هي كانت تتحسب ضربه جزاء، لكن ايا كان ليفربول قدر ان هو يزود كمان رقم الاخفاق في الفوز، ان هو يزود عدد النقاط ما بينه وبين مانشستر سيتي اللي خسر من نيوكاسل بنتيجه 2-1، وصل الفارق لخمس نقاط. واعتقد ليفربول لو فضلوا ماشيين بالشكل الجيد هيقدروا ان هم يفوزوا بهذا اللقب بعد غياب عدد كبير جدا من الاعوام، اخر مره فازوا بيها في سنة 90. نتمنى لهم كل التوفيق، واكيد نتمنى لمحمد صلاح كل التوفيق في مسيرته الاحترافيه بشكل عام. طيب دي كانت اهم الاخبار، لكن الفقره الاهم ان شاء الله هتكون بعد قليل من خلال استضافتنا لضيفنا العزيز طبعا عمرو الكلزاوي الناقد الرياضي بجريده الفجر. استنونا بعد فاصل. لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وحلقه كلام في الميديا النهارده. بينضم لي في هذه اللحظات طبعا استاذ عمرو الجرزاوي الناقد الرياضي بجريده الفجر. عمرو مساء الفل عليك. مساء الفل امير، برحب بيك وبرحب مشاهدين قناه الاهلي ومبسوط ان انا اكون معاك. انا اسعد نورنا وشرفنا دايما طبعا. خليك امير. يعني في حاجات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، خلينا نبتدي بالنادي الاهلي واستعداداته لمباراه سيمبا التنزاني ان شاء الله بعد بكره الساعه 9 مساء. شايف النادي الاهلي الفتره دي تقييمك للفريق للمباريات السابقه بالتحديد في بطوله الدوري، هل مباراه سيمبا التنزاني ممكن ما تكونش بالمباراه القويه قوي ولا شايفها مباراه صعبه؟ مفيش مباراه سهله دلوقتي. مباراه سيمبا اكيد مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي في مشواره في دوري ابطال افريقيا. الحفاظ على الصداره مهم جدا في الفتره دي، هيدي ثقه كبيره جدا للفريق في الفتره اللي جايه لبطوله الدوري ان هم يكملوا على نفس المستوى اللي فات بقى له 3 مباريات. الاهلي ظاهر بشكل كويس جدا، بصمات لاسارتي بدات تكون واضحه على الفريق. الناس كانت متوجسه في الاول مفيش حاجه واضحه، لكن بقاله 3 مباريات البصمه بتاعته واضحه على الفريق. بدات تبان جدا في الفتره اللي فاتت دي، فاظن ان مباراه سيمبا مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما بيتعامل مع المباريات دي ان هي مباريات كؤوس عشان يخلص بدري يعني عشان ما يبقاش فيه لعبكه في الصعود. طبعا وبعدين الاهلي مركز قوي في دوري ابطال افريقيا،
السنة اللي فاتت واللي قبلها نهاية أفريقيا الأهلي بيخسروا بشكل غريب جدا بالزبط. فأظن لا التركيز هيبقى قوي جدا في الفترة اللي جاية وخاصة مباراة سيمبا عشان يحافظ على الصدارة الدوري بتاع أفريقيا. طيب تقييمك لمستر مارتين لاسارتي لحد دلوقتي، أنت في سياق كلامك قلت إن هو بصمته ابتدت تبان، أبرز ما يميز مستر مارتين لاسارتي خلال المباراة القليلة السابقة اللي قاد فيها النادي الأهلي من وجهة نظرك؟ بص هو مش هقيمه تقييم كامل لأن طبعا إمتى نقدر نقيمه؟ لسه قدامه مش اقل من 6-7 مباريات كويس. كمان انه نشوف هل هو فعلا دي الطريقه اللي هيبتدي يلعب بيها الضغط العالي اللي عمله من المباراتين اللي فاتوا وجي تاثيرها في المباريات والناس كلها شافته انه قدر يخطف الاسبقيه ليه في بدايه المباراه، فهل ده هيفضل مستمر عليها؟ لا هيكون هو ده النهج اللي هيكون بيلعب بيه على طول في المباريات اللي جايه. لسه قدامه فتره لكن واضح ان هو عنده بصمه وضحت على الفريق في المباراتين اللي فاتوا، فشايف ان هو لسه قدامه يعني 6-7 مباريات كده نبتدي نقيمه ان هو فعلا يكون تقييمه تقييم كامل طبعا. خاصه كمان ان في غيابات كتير جدا للنادي الاهلي ما تقدرش تحكم عليه ان هو مدرب، اذا كان مدرب كويس ولا مدرب مش كويس فهنظلمه لو التقييم دلوقتي بتاع دلوقتي ده هيتظلم، وانا شايف التقييم بتاع كل مباراه لوحدها على حده مش كويس، يعني مره هيبقى كويس ومره هيبقى وحش على حسب ظروف المباراه وظروف اللعيبه واللعيبه خدمته ولا ما خدمتوش، في حاجات كتير جدا فاظن الحكم عليه دلوقتي هيبقى بدري قوي. لكن في يعني بشاير، ممكن نقول بشاير بالنسبه لمستر مارتن لاسارتي ايجابيه؟ بشكل كبير في بشاير ايجابيه طبعا. ظهر على اللعيبه في مباراه المقصه ومباراه وادي دجله ان هم بينفذوا كل الطلبات اللي بيطلبها مارتن لاسارتي في المباراه في بدايه المباراه بالاخص. الشوط الثاني الموضوع بيتحول بس بدايه المباراه عنده مهمه جدا، الاسبقيه عنده مهمه جدا، انه يخطف في بدايه المباراه مهم جدا. مفيش فرقه هتفضل تكمل على نفس المستوى اللي هو بيلعب بيه كده، مستحيل يعني، ولا بدنيا ولا فنيا ولا اللعيبه كمان ما اعتقدش ان هي هتساعده بشكل كبير جدا ان هو يفضل يلعب 90 دقيقه بالشكل ده، لكن انه يقدر يحفظ اللعيبه ان على الاقل 35 دقيقه 30 دقيقه انه يلعب بالشكل ده في كل مباراه، لا بصمه مهمه جدا للعيبه ما كانتش بتحصل في الفترات اللي فاتت فعلا. طيب مسيرة النادي الأهلي في بطولة الدوري، احنا اتكلمنا على أفريقيا ومباراة سيمبا وأكيد مباراة صعبة جدا وإن شاء الله نتمنى النادي الأهلي إن هو يحصد الثلاث نقاط وياخد خطوة أخرى جديدة في مشواره الأفريقي، لكن بطولة الدوري بالتحديد هل المنافسة ما زالت قائمة ما بين ثلاثي الأهلي والزمالك، أو خلينا نبتدي بالترتيب الزمالك بيراميدز والأهلي لو الأهلي إن شاء الله فاز بالمؤجلات الخاصة بيه وناقص له ماتشين بس يعني يعتبر مؤجلين إنبي والزمالك، هل النادي الاهلي في الصوره؟ طبعا طبعا في الصوره لسه بدري جدا على موضوع لسه بدري طبعا لسه بدري ودايما الاهلي ما بيستسلمش للامور دي بدري. اظن المباراتين بتوع الزمالك وانبي المؤجلين هيبقوا ليهم عامل قوي جدا في ان النادي الاهلي يكون في ينافس بقوه، وانا اظن هو بينافس بقوه يعني برضو المسافات قريبه جدا مش بعيده، المباريات بتاعه الدوري كلها صعبه. شفنا الزمالك لما خسر مباراته خسر من النجوم فعلا. فاظن يعني الامور ما مش سهله خالص على التنافس طبعا. فالنادي الاهلي اظن لا في الصوره جدا، الاستقرار الفني خلال الفتره اللي فاتت دي مدي اسبقيه للنادي الاهلي، مدي اريحيه لجمهور النادي الاهلي، مدي اريحيه للعيبه. فاظن لا النادي الاهلي الفتره اللي جايه في مباراه الدوري هياخد ثقه اكبر، هياخد لعبته لما ترجع كمان من الاصابات اعتقد شكل الفرقه هيتغير تماما مع خطه اللعب اللي بيلعب بيها مارتن لاسارتي، اظن لا الشكل هيبقى مختلف جدا للنادي الاهلي بعد عوده الفريق يعني عوده اللعيبه المصابين مع اكتمال صفوف الفريق يعني. طبعا هيبقى الوضع هيبقى صعب على باقي الفرق من النادي الاهلي انا شايف كده يعني. وجهه نظرك الاصابات سببها ايه؟ يعني الفتره الاخيره هي مش فتره صغيره بصراحه يعني في فتره كبيره جدا لحد دلوقتي النادي الاهلي بيعاني من اصابات، من وجهه نظرك انت ورؤيتك وتحليلك للموقف شايف الاسباب ممكن تكون ايه؟ بص انا مبدئيا مش شايف دكتور خالد محمود يتحمل مسؤوليه تمام. اصابات لعيبه النادي الاهلي الراجل بيعالج بس الراجل بيعالج ملوش علاقه خالص بما بعد العلاج صح. هو بيحط البرنامج واللعيب بينفذ وينزل الملعب طبعا قضاء الله وقدره ده ما فيش خلاف طبعاً. عليه انا اظن زياده الحمل البدني على لعيبه النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت مش دلوقتي، اللعيبه دلوقتي هي اللي بتجني ثمار ده
باصاباته. زياده حمل بدني ولا عدم يعني تواجد فتره اعداد قويه مثلا من قبل الجهاز السابق؟ ده دي نقطه برضو يعني هو بس عشان الشكل الدوري الموسم ده مع الموسم اللي فات فالمده كانت قصيره جدا فما كانش فيه فتره اعداد، زائد ان الاحمال البدنيه ممكن تكون اتعملت بشكل مش صحيح فاثر على اللعيبه، فواضح الاصابات الكتير اللي دلوقتي ظهرت على لعيبه النادي الاهلي، زائد طبعا مباريات النادي الاهلي سواء في افريقيا وبطوله العربيه قبل ما النادي الاهلي يخرج ومع بطوله الدوري مع الكاس اظن مباريات كتير جدا دي تاثر على اي فرقه. يعني بيلعب كل 3 ايام ماتش كتير. بص هو ده الطبيعي بس مش ده الطبيعي عندنا في مصر. يعني اللعيبه عندنا مش متعوده على الحمل ده، سواء بقى الحمل البدني حمل المباريات، المباريات غير التدريب، غير يعني غير المباريات الوديه المباريات الرسميه غير المباريات الوديه غير التدريب. فكل حاجه ليها حاجه. اظن ان هو ده السبب من وجهه نظري ان الحمل البدني كان زياده مع بدايه فتره اعداد، ما فيش فتره اعداد، زائد ضغط المباريات. ضغط المباريات ده بيؤدي للاصابات اكيد. اكيد طبعا. وبعدين وخطوه كويسه جدا مجلس اداره النادي الاهلي في استخدام اجهزه الاستشفاء. ده كان شيء كان ما كانش ينفع ما يكونش موجود في النادي الاهلي. يعني اظن النادي الاهلي نادي بحجم النادي الاهلي طبعا كان لازم يكون موجود فيه اجهزه بالشكل ده من فتره طويله. طب عايز اخد رايك في عوده بعض اللاعبين ويمكن ابرزهم جونيور اجاي، وايه الاضافه اللي ممكن يكون ضافها او هيضيفها كمان خلال الفتره الجايه اجاي بالتحديد؟ اجاي لعيب قوي جدا فنيا، مفيد جدا للنادي الاهلي في الفتره ما قبل اصابته، اثر على النادي الاهلي بعدم وجوده الفتره اللي فاتت. اظن وجوده هيبقى عامل قوه للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه مع عوده باقي اللعيبه المصابه. صفوف الفريق هتكتمل بشكل كويس جدا. التناغم اللي ما بينه دلوقتي ما بينه ما بين رمضان وما بين وحسين الشحات والثلاثي اللي تحتيه اظن هيفرق جدا مع النادي الاهلي. لعيب ذكي اجاي، لعيب لسه سنه صغير بيعرف يتصرف في الكوره كويس. يعني برده ما شاء الله يعني اظن ان هو هيبقى مفيد جدا 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 للنادي الاهلي. هو انا اهم اثنين شايفهم هيفيدوا النادي الاهلي هو رمضان صبحي وجونيور اجاي. الاثنين فارقين جدا مع النادي الاهلي. اجاي ما خدش وقت بعد عوده اصابته. ده هدف طبعا اجاي في المقص. هدف هو بصراحه لعيب هايل، لعيب هايل وبيعرف يتصرف في الكوره كويس جدا وعنده قرار القرار الاولاني هو اللي بياخده ما بيتاخرش في قراراته. فاظن لا هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه. عنصر مهم جدا في للنادي الاهلي خاصه بعد اصابه مروان محسن وازارو. اجاي حل الموضوع ده بسرعه وقدر يأقلم نفسه ان هو هيكون موجود في المكان ده مش هياخد تدريجي. يعني كان المفروض اصلا اجاي يرجع تدريجيا يعني. لكن هو اقلم نفسه وهيأ نفسه جدا ان هو يكون موجود بشكل اساسي مع النادي الاهلي. فلا هيفرق جامد جدا في الفتره اللي جايه جونيور اجاي. ابرز العناصر اللي لفتت نظرك في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت بالتحديد واخر كام ماتش اللي قدر النادي الاهلي يفوز بيهم سواء في افريقيا او الدوري؟ رمضان صبحي طبعا. رمضان صبحي فارق جدا مع النادي الاهلي. واضح جدا ان اللعيبه كمان واثقه فيه جدا. فكره انه هو اللي بيبصم على كل كوره دي واضح من اللعيبه واثقه في امكانيات رمضان. ورمضان كمان واضح جدا انه مشتاق انه يقدم حاجه كويسه واثق في نفسه جدا. فلا اهم عنصر في النادي الاهلي هو رمضان صبحي في الفتره اللي فاتت. والتالق الملفت بصراحه لعمرو السوليه كمان الفتره اللي فاتت او اخر ماتشين بالتحديد بجانب محمد هاني وكريم نيدفيد. انا كريم نيدفيد عايز اقف عنده شويه بصراحه. هنقف عنده كتير. لازم. اتظلم بصراحه لازم. كريم نيدفيد ده واجه انتقادات كبيره جدا 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 وقدر ان هو يرجع ويشارك ويتالق كمان بصراحه. اظن كريم نيدفيد حقه لازم يرجع في الفتره دي. بصراحه مقدم مستوى طيب جدا من بدايه الموسم، مش من الماتشين ثلاثه اللي فاتوا بس. من بدايه الموسم هو مقدم بشكل كويس جدا. فارق مع النادي الاهلي. يلعب باك رايت بيلعب باك رايت، يلعب في نص الملعب بيلعب في نص الملعب، يلعب تحت راس الحربه بيلعب. فاظن اللعيب الجوكر ده هو كان نيدفيد اظن انه كان محتاج ثقه. ياخد ثقه من اللعيبه وياخد ثقه في نفسه عشان يكون يقدم بالمستوى اللي هو مقدم بيه دلوقتي. عنصر مهم جدا. انا شايف عنصر مهم جدا. محمد هاني
مش الموسم ده. محمد هاني بصراحه من الموسم اللي فات مقدم موسم كويس جدا، بيلعب مساك زيه زي ايمن اشرف، يلعب مساك بيلعب مساك، يلعب باك رايت وبيأدي بشكل كويس يعني. طبعا عنده اخطاء لانه مش مركزه، بس لعيب بيأدي بشكل محترم مع النادي الاهلي، خد شخصيه النادي الاهلي. هو ده اللي كنا بنتكلم عنه، ان اللعيبه الصغيره لما تطلع في وسط اللعيبه الكبيره وتبتدي تاخد الاجواء هيفرق جدا معاه، هتفرق مع شخصيته جدا في الملعب. فاظن محمد هاني وكريم نيدفيد وايمن اشرف مقدمين مستوى كويس جدا. الناس بتلوم عليهم في بعض الاخطاء، وده الطبيعي، مفيش لعيب مش هيغلط في الملعب يعني، بس حقهم ان هم لازم يتم الاشاره بيهم. كمان لما انت ممكن تغلط وانت بتلعب في مكان اصلا مش مكانك يعني، فلازم يعني يعني الجمهور يحط حساب النقطة دي، ان ممكن لعيب مش مكانه الاساسي بس مضطر ان هو يلعب عشان يسد ثغره معينه او غيابات معينه في صفوف الفريق، فبالتالي لازم تحسب اكيد بالنسبه للعيبه. طبعا اكيد، واللعيبه اللي وقفت مع كريم نيدفيد بالذات في الفتره اللي فاتت هي اللي اديته الثقه انه يرجع تاني بشكل كويس، وان هو يقدر يقف على رجليه تاني، وانه يسد ودنه على الانتقادات دي. انت لعيب كويس واحنا واثقين فيك، ادي من غير ما تسمع اي حاجه من بره. طبعا كنت انا واحد من الناس اللي انتقدت كريم نيدفيد، بس كان اخطاؤه بشكل كبير جدا في الملعب. الوقت اللي كان بينزل فيه كان وقت صعب، فما كانش بيبقى عليه ضغوط، بيبقى عليه ضغوط بشكل كبير جدا، انه لازم يبقى ينزل يعمل الفارق. فلما بينزل ما بيعملش الفارق مع الفريق، فبيغلط، فبيبقى شكله مش كويس في الملعب، فبيتم انتقاده. انت ما ينفعش ان هي دي تكون خامه لعيبه النادي الاهلي. لكن هو بصراحه يعني رد على كل الانتقادات دي بشخصيته، ان هو قدر يرجع نفسه، قدر يقف على رجليه تاني، وقدر يفيد دلوقتي الفريق، بقى عنصر مهم جدا جوه النادي الاهلي، احد العناصر الهامه جدا بكل تاكيد كريم نيدفيد. لكن عايز اخد تقييمك ايضا للصفقات الجديده اللي ضمها النادي الاهلي واللي شارك منهم يعني حتى الان بعضهم، واكيد ممكن يكونوا ادوا مباريات جيده في بعض الاحيان، بعض الاحيان ممكن ما تكونش المستوى المتوقع. عايز اخد تقييمك انت للصفقات الجديده بالنسبه لنا. زي ما يعني الوحيد عشان الاجواء مش مختلفه عنه، يعني الاجواء عشان مش مختلفه، هو عايش الاجواء مع النادي الاهلي دايما، حتى هو في انجلترا كان متعايش جدا مع اللعيبه. لسه ما نقدر زي مارتن ناصرتي ما اقدرش احكم لك بشكل كامل على اللعيبه كلها. حسين الشحات لسه اكيد بالتاكيد عنده اكتر من كده بكتير، الجماهير لسه منتظره منه جزء من اللي كان بيقدمه مع فريق العين الاماراتي. اظن لسه حسين الشحات ما دخلش الاجواء بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، محتاج الفتره اللي جايه يركز مع الفريق اكتر من كده، لان عنده امكانيات تاهله ان هو يكون في وضع تاني مع النادي الاهلي. فاظن حسين الشحات لسه. جيرالدو لعيب بصماته برضه وضحت من اول لمساته يعني موجوده مع الفريق، اللعيب هيبقى ليه شان كبير جدا مع الفرقه في الفتره اللي جايه. ياسر ابراهيم مثلا مدافع كنا الاهلي كان محتاجه طبعا بشكل كبير جدا، وهو كان مأدي في سموحه بشكل طيب. هيفرق لما الصف ده يكتمل مظبوط يعني. برضه لسه ما تقدرش تحكم عليه لانه ما لعبش جنب سعد سمير غير الماتش اللي فات، وسعد اتصاب يعني لسه هو ما لعبش كمان، هو خرج مكانه سعد، فسعد نزل مكانه. فلسه ما لعبش جنب سعد، لسه ما لعبش جنب احمد فتحي، فلسه الخط ده لسه فيه شغل كتير، فيه اصابات كتير. فتحكم عليه برضه لما الخط ده كله يكتمل، فلسه برضه ما تقدرش تحكم عليه. محمد محمود طبعا ربنا يرجعه بالسلامه طبعا، اظن الصفقه كانت هتفرق جدا مع النادي الاهلي، خاصه انه بدا خد الثقه يعني مع اول مباراتين خد الثقه، عنده الشخصيه بصراحه الواضحه وضحت جدا في الملعب مع المباراه اللي اتصاب فيها. طبعا كان فارق، كان عامل شغل كويس جدا في الملعب. ف محمد محمود لما يرجع هيكون ليه شان كبير جدا. لسه طبعا لعيب هايل، اظن ان هي صفقه برضه هتبقى من الصفقات المهمه جدا للنادي الاهلي. نص الملعب كان محتاج لعيب عاقل وهادي ورزين كده زي حمدي فتحي، فلا هيفرق جدا مع الفريق الفتره الجايه. النادي الاهلي اصبح عنده قائمه كامله من اللاعبين المميزين في حاله طبعا عوده المصابين. طبعا قائمة قوية بعد الإصابات لما ترجع والصفقات اللي أنت جبتها، أعتقد يعني قائمة بقت متكاملة بالنسبة لي. بالتأكيد وليد سليمان غايب بقاله قد إيه؟ بقاله أسبوع كده تقريباً.
حد حاسس في ال... لا لا بس طبعا لاعب مهم اللعب... طبعا طب ما اختلفناش. انا بتكلم ان البديل بتاع وليد سليمان بقى على... بقى موجود وبقى يؤدي بشكل كويس جدا، فبالتالي لما وليد سليمان خرج من الفرقه ما بقاش في تاثير قوي جدا زي ما كان بيحصل في الفترات اللي فاتت. صح. ان اللعيبه كتير كانت بعيده عن مستواها، فلما كانت بتنزل كان الشكل بيبقى مختلف، لكن دلوقتي لا، الوليد سليمان زي اجاي لما بدا على طول بالزبط. زي رمضان محسن رمضان صبحي لما دخل، زي حسين الشحات لما دخل، زي ناصر ماهر اللي بدا يستعيد مستواه بشكل كبير جدا طبعا. في الفتره الاخيره، فاظن لا، اللعيب اللي بيغيب في لعيب مكانه موجود مركز ان اول ما هيجي له الفرصه هيمسك فيها بشكل كويس. يا رب ان شاء الله. اتمنى لكل المصابين في النادي الاهلي كل الشفاء خلال الفتره الجايه عشان يكونوا متاحين بشكل اكبر للجهاز الفني ويقدر يتحرك في الاوراق اللي عنده واللاعبين المتواجدين. هيبقى عنده اوراق كتير. عندك اسماء كبيره جدا، عندك احمد فتحي لسه. احمد فتحي مصاب وغايب، وليد ازارو لعيب كبير جدا، في كل خط فيه لعيب مؤثر يعني سعد سمير، احمد فتحي، حسام عاشور، وليد ازارو، وليد سليمان. لما العمود الفقري بتاع الفرقه كله غايب، فلما ده يرجع مع مارتن ناصرتي مع الفكر اللي هو عايز يطبقه، اظن ان النادي الاهلي هيبقى ليه شكل مختلف تماما. يا رب ان شاء الله. طيب النهارده اخر يوم النادي الاهلي هيتم فيه قيد اثنين او المكانين الناقصين النادي الاهلي في القائمه الافريقيه، ان شاء الله هيتم قيدهم النهارده، لان النهارده اخر يوم طبعا فتره الانتقالات الشتويه، والقائمه هيتم اغلاقها النهارده الساعه 12 بالليل. 12 بالليل. توقعاتك للاثنين اللي هيكونوا متواجدين في قائمه النادي الاهلي؟ كل الانباء خارجه ان صالح جمعه هيكون واحد من الاثنين اللي موجودين في القائمه الافريقيه. طيب. في بقى مفاضله ما بين محمود وحيد وما بين احمد ربيعة. الشيخ ورامي ربيعه وعمرو جمال. انا اظن ان عمرو جمال لازم يكون واحد من الناس المتايده الفتره اللي جايه في القائمه الافريقيه، حتى رغم ان انت عندك ثلاث مهاجمين وبالاضافه كمان لاجايل اللي ممكن بيجيد في هذا المكان. ما هو في اصابات. ما هو محمود وحيد، في ايمن اشرف، وفي علي معلول، وفي فمحمود وحيد انا مش شايف انه هيكون ليه دلاله قويه جوه القائمه الافريقيه دلوقتي. ايمن اشرف بيقوم بالدور، علي معلول بيقوم بالدور، فمحمود وحيد ما اعتقدش ان هو يكون موجود، بس برضو الانباء خارجه ان محمود وحيد هيكون من هو الاقرب اللي يكون موجود، هو صالح جمعه. بس انا شايف ان عمرو جمال لازم يكون موجود، رامي ربيعه بقاله فتره طويله جدا. عمرو برضو بقاله فتره طويله، بس احنا بنتكلم على المركز اللي انت محتاجه. اظن الخط الدفاع محمد هاني وايمن اشرف وسعد سمير لما يرجع وياسر ابراهيم ما يعني قايمين بالدور بشكل كويس جدا. رامي ربيعه لو دخل بقاله فتره طويله جدا بعيد عن الاجواء. رامي تقريبا سنه، اكتر من سنه كمان، اكتر من سنه بعيد قوي رامي. يعني حتى عشان يبتدي يتجهز نفسيا كويس الفتره الجايه، طبعا رامي لعيب كبير جدا، فعشان يتجهز بشكل كويس جدا ما يتمش، انا مش عايز اقول ما يتحرقش في القائمه الافريقيه لو خد ولا قدر الله ما وفقش في ماتش من المطوشه. فانا شايف رامي ربيعه يعني اختيار بعيد شويه، خصوصا ان هو محتاج يتجهز تدريجيا بكل تاكيد طبعا يعني بعد الفتره الكبيره دي من الغياب. يعني لا، هو ده اللي انا بكلمك فيه، انه ما ينفعش. وعمرو جمال نفس الكلام، حتى لو تم ايقاده ما ينفع برضه، لازم. الفرق ما بين عمرو ورامي ان عمرو كان مش مصاب، هو كانش متايد بس، لكن رامي كان مصاب ولعب يعني كان بعيد عن الفتره الاخيره دي. كان بيلعب أفريقيا. يعني جنوب افريقيا وفنلندا اعتقد. ايوه يعني لعب يعني. كان رجليه في الملعب. لكن رامي بقاله فتره كبيره جدا من اصابه لاصابه من اصابه لاصابه، فما لعبش ولا مباراه. فاظن عمرو حتى تجهيزه هيبقى اسهل من تجهيز رامي ربيعه في المباريات. فهو صالح جمعه، انا شايف برضو صالح جمعه المركز ده موجود فيه لعيبه كتير تقدر تأدي. يعني زي مين غير ناصر ماهر؟ في وليد سليمان، حسين شحات بيلعب المركز ده. يعني في كريم نيدفيد، بس طبعا ما بيلعبش نفس بس تقدر تستفيد بيه. لكن بس في بعض الاحيان انت بتحتاج لعيب عنده المهاره العاليه ممكن من خلالها يقدر يخلص مباراه، زي صالح جمعه. ودي بصراحه حقيقه، يعني صالح جمعه لعيب ما فيش اعتقد اثنين يختلفوا على قدراته ومهاراته. اكيد طبعا صالح لعيب مهم، بس برضه صالح بقاله فتره بعيد. ماشي بشكل كويس، واضح جدا انه مركز، وطبعا واضح جدا انه ملتزم، واضح جدا انه مركز، باين عليه يعني، باين على جسمه، باين على تدريباته، باين ان هو عايز فعلا المره دي يرجع بشكل كويس جدا، لانه اكيد هو حاسس ان هي دي الفرصه الاخيره، ما مش هتتكرر له تاني. بس في برضه لعيبه كتير مكانه موجوده. انا عايز جونر اجاي دلوقتي بيلعب لوحده،
ما في حد تاني معاه؟ لا مفيش. فاظن ان عمرو جمال في صلاح محسن يعتبر لسه راجع من بس لسه برضه الراجل برضه مارتن لاسارتي عنده حاجه كويسه انه اللعيب اللي بيرجع ما بيدلوش على طول فبيتأنى كويس جدا او طبعا شيء مهم عشان اللعيب يبقى كامل بدنيا كامل الاستشفاء بتاعه معمول كويس بنسبه 100% بيخش الاجواء بتاعه المباريات واحده واحده فلازم يبقى اللي بيعمله مارتن لاسارتي ده هو المظبوط فانا شايف عمرو جمال لازم يبقى موجود في الاثنين بتوع القمه الافريقيه والتاني اكيد هو خلاص الانباء كلها خارجه ان صالح جمعه واحد من الاثنين يعني تمام. طب عايز اخدك لملف اخر وجزئيه اخرى مهمه جدا واكيد انت تابعت البيانات الكتيره اللي خرجت سواء من بيراميدز او كمان تضامن نادي الزمالك معاه ورد اتحاد الكوره. رايك ايه في المشهد ده؟ مشهد مش كويس طبعا. الكره المصريه في موسم الانديه كلها عارفه ان هو موسم استثنائي وبقى استثنائي اكتر لما مصر خدت تنظيم بطوله امم افريقيا فمالوش لازمه اللي حصل من وجهه نظري ان اللي حصل ملوش اي لازمه. ليه دلوقتي الناس افتكرت ان في مباريات مؤجله فما اتلعبتش فانا لازم تتلعب عشان انا العب اشمعنى دلوقتي؟ ليه دلوقتي بالذات؟ من وجهه نظرك ليه دلوقتي؟ طيب تفسيرك انت. ما عنديش تفسير بصراحه يعني ما عنديش تفسير ايه السبب. كل الانديه عندها مباريات مؤجله. ما عندكش تفسير لموقف بيراميدز وما عندكش تفسير لموقف الزمالك. ما عنديش تفسير خالص خالص ما لهاش مبرر. ما فيش اي مبرر للي حصل خاصه ان الامور كانت ماشيه بشكل كويس. المباريات بتتلعب ضغط المباريات على الكل مش على فريق بعينه بالذات على فكره على الكل على الجميع. الاهلي كان اكتر فريق عشان كان عنده عشان الاهلي كان عنده مباريات عشان كان عنده مباريات كتير وفي نفس الوقت عنده بطوله افريقيا بيشارك فيها ونفس الامر للزمالك لما هيجي يلعب الكونفدراليه هتاجل له مباريات كتير جدا بالظبط. فهي يعني الله يكون في عون الحاج عامر حسين بصراحه طبعا يعني للامانه الراجل ده شايل حاجات كتير جدا فانا ما عنديش مبرر خالص للي حصل. مع ان بيان اتحاد كوره يعني بيان عايم كالعاده طبعا مفيش قرار طلع يعني ايه مسانده اتحاد الكوره للحاج عامر حسين الطبيعي الطبيعي ان اتحاد الكوره يساند الحاج عامر حسين ان هم على مسافه واحده من كل الفرق وان الاهم بالنسبه لهم هو ده الطبيعي هو هل في حاجه مختلفه حاجه جديده ده ايه الجديد بقى ايه الجديد في البيان ان الحاج عامر حسين زعل فاحنا نراضيه. انا مش شايف ان دي حتى مراضيه للحاج عامر حسين. الحاج عامر حسين دي مش ده فين المرضيه بالنسبه له ان انت بتدعمه انت لازم تكون بتدعمه. انا راجل بشتغل معاك في اتحاد الكوره بقالي سنين بتعرض لانتقاد مش طبيعي. عنده اخطاء اكيد عنده اخطاء على الكل مفيش حد ما بيغلطش بس هو السنه دي بالذات معذور اكتر سنه السنه اللي فاتت كان معذور السنه اللي فاتت طبعا بس السنه دي اكتر عشان بطوله الامم الافريقيه وعشان ضغط المباريات والتنظيم او اختلاف مواعيد بطوله دوري ابطال افريقيا كمان. انت تعتبر تلعب بطوله دوري ابطال هنا افريقيا نقطة مرتين هنا نقطه واحد. كويسه جدا بقى هل الانديه ما كانتش عارفه؟ لا كانوا عارفين ومتبلغين قبل بدايه المسابقه ووافقوا وافقوا. طب احنا ليه بنعمل كده؟ في ايه المبرر؟ ما انا بحاول ادور على مبرر. مفيش اي مبرر سواء اللي خرج من نادي بيراميدز او اللي خرج من نادي الزمالك التضامن على ان ماتش يتلعب يعني ده ماتش هم بيتكلموا كل ده ان ماتش يتلعب ما هيتلعب. طيب المباراه بتاعت الاهلي والزمالك متحدده 30 مارس بقى لها قد ايه؟ فتره كبيره. طيب ليه دلوقتي احنا عايزين يعني ليه دلوقتي الطلب ان هي تتقدم؟ في تخيلك لو ما كانش بيراميدز خرج بيان كان ممكن الزمالك يطلع؟ لا طبعا لا ما كانش الزمالك لا 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 ما طب بتفسر بايه تضامن الزمالك مع بيان بيراميدز؟ انا شايف ان دي حرب التصريحات اللي زي ما بنقول يعني دي حرب التصريحات وحرب الضغوطات اللي بتحصل الفتره اللي فاتت سواء من هنا او من هنا ان انا شايف اضغط على نادي الزمالك عشان الامور تتلعبك اضغط على النادي الاهلي عشان الامور تتلعبك اضغط على نادي بيراميدز عشان انا شايف ان دي كلها حرب تصريحات لا اكثر ولا اقل وما لهاش برضو لازمه يعني حتى لو هي حرب تصريحات ما لهاش لازمه دلوقتي. الفترة اللي جاية دي على الكرة المصرية على الرياضة المصرية مهمة جدا. لو الأندية ما تكتفتش على الفترة اللي جاية دي إيه اللي هيحصل؟ صعب جدا اللي بيحصل الفترة دي بصراحة ولازم يكون في وقفة لازم طب أنت كنت بتسأل من شوية إيه سبب إن هم خرجوا يتكلموا دلوقتي مع إن كل المواعيد معروفة وكل الظروف معروفة بالنسبة لكل الأندية؟ هل عودة بعض المصابين في صفوف النادي الأهلي أنا بتكلم بجد بحيادية يعني مش عشان في قناة الأهلي بنتكلم عن لكن هل عودة بعض المصابين الصفقات اللي جابها النادي الأهلي ممكن يبقى إدى قلق لبعض الفرق من وجهة نظرك؟
فبالتالي خرجت التصريحات دي، بالتالي خرجت البيانات دي من لو قلق هو يعني لو قلق على نادي الزمالك. نادي الزمالك انت متصدر الدوري وماشيين بصراحه بشكل جيد مش جدا، كويس جدا بصراحة جدا بصراحه، بيقدم مباريات كبيره ونفس يعني الامر على بيراميدز، وعن نفس الامر على بيراميدز مقدمين برده مستوى كويس جدا في المباريات. المباراه الاخيره ما بين بيراميدز والزمالك كانت مباراه اكثر من رائعه، كانت مباراه ممتعه جدا، مباراه في الدوري الانجليزي جدا. الشكل كان كويس، اللعيبه كانت هادية في الملعب، ما حصلش المباراة كمان ما وقفتش كتير عشان كانوا عايزين يلعبوا كورة، هو ده عشان الحكم، وعشان الحكم طبعا طبعا عشان الحكم، مش كل شوية صفارة في احتكاكات مش شرط تتحسب تبقى عادية في الكورة وقوانين اللعبة بشكل طبيعي، وده اللي طبق من خلال الحكم الإيطالي في هذه المباراة بصراحة، وأدى لإثارة ومتعة من خلال المباراة، كان هايل، واللعيبة كانت على قد المسؤولية والجهازين الفنيين كانوا على قد المسؤولية، كل الأمر كله في مباراة بيراميدز والزمالك كان أكثر من رائع بصراحة. ما اظنش عشان الاهلي عمل صفقات وماشي بشكل كويس فدلوقتي هيتم ان يتم الضغط على النادي الاهلي عشان يقف شويه، يعني انا شايفها حرب تصريحات بس، ما فيش حاجه من وراها تاني غير ان هي تكون حرب تصريحات ما بين الثلاثه، ان كل واحد عايز يشوف هوقف التاني ازاي، وتضامن حرب نفسيه يعني. طبعا حرب نفسيه ما بين الثلاثه. التضامن ايه كنت هتقول؟ التضامن ملوش معنى، ملوش معنى، ملوش معنى. شايف ان الدوري ممكن يتلغي؟ هل دي مؤشرات لالغاء بطوله الدوري؟ احنا طبعا ما نتمناش كده خالص، لان مهم جدا البطوله تستكمل، ومهم جدا بلد كبيره بحجم مصر ان ما يتكلمش ناس كتير عليها يقول لك الدوري اتلغى وهم هينظموا بطوله الامم الافريقيه ازاي؟ السمعه هتبقى وحشه. هل انت شايف ان الدوري في اتجاه الالغاء بالطريقه دي؟ بص، هو بعيد عن السمعه. يعني نركن موضوع ان السمعه هتبقى وحشه، لان دي هتبقى وحشه فعلا. بصراحه. يتلغي ليه؟ برضه ما فيش سبب واضح لالغاء الدوري. المباريات بتتلعب بشكل كويس، الانديه ملتزمه، مضغوطين مضغوطين، وكل وافق على موضوع الضغط ده، كل نادي من الانديه عمل تدعيم لفريقه بشكل قوي جدا فعلا. ده يعني انا شايف ان انتقالات يناير اقوى من انتقالات الصيفيه، كل نادي دعم ب 8 9 لعيبه في فرقته. فلا كل ده هيروح فين؟ ونرجع لنفس المشكله، لما دلوقتي مفيش هبوط فهيبقى في صعود من الدرجه الثانيه، طب الدرجه الثانيه هيطلعوا هيبقوا 21، هتبقى ازمه كبيره جدا. فما ينفعش يتلغي طبعا، طبعا ما ينفعش يتلغي، انا ضد الغاء الدوري طبعا. هو اكيد كلنا ضد الغاء الدوري، لكن هل كل اللي بيحصل ده ممكن في النهايه يؤدي لبعض المشاكل؟ المشاكل دي ممكن تؤدي لتاجيل بعض المباريات، فبالتالي الدوري ممكن يتلغي، لان انت ما ينفعش تاجل خلاص مباريات تاني، لان اعتقد الدوري عشان يستكمل على حسب تصريحات اتحاد الكره والحاج عامر حسين، او عشان ينتهي بطوله الدوري ممكن على نص شهر اغسطس مثلا. طبعا. هو بص، الجمعيه العموميه هتبتدي موسم جديد امتى كده؟ الجمعيه العموميه لاتحاد مصر لكره القدم يعني لو وافقت على القرار ده، انا رايي بصراحة. انا رايي الجميع يستقيل بالانديه طبعا، هو هيبقى مش على قدر المسؤوليه طبعا، واتحاد الكوره مش على قدر المسؤوليه، انت المفروض انت مسؤول، انت راجل مسؤول، ده يعني عندك الضغوطات وعارف ان هيبقى في ضغوطات وعارف ان هيبقى في مشاكل، فانت راجل جاي في المكان ده عشان تحل لي كل المشاكل دي. فمش عشان تريح بالك من المشاكل دي تقول طب يا جماعه خلاص احنا هنلغي الدوري. ده مش حل، ده مش حل خالص. انا لو ده حصل بطالب كل المسؤولين سواء انديه او اتحاد مصر كره القدم انه يقدم استقالته فورا ويمشي. لازم كده هو راجل مش اهل للثقه ان هو يكون موجود في المكانه دي. طب ليه النغمه دي بتتردد الفتره اللي فاتت؟ الغاء الدوري، الغاء الدوري، ليه النغمه دي طالعه؟ من ضمن الحرب النفسيه اللي موجوده. هو مين اللي هيتضر؟ الانديه. واللي بيطلع موضوع ان هو ينسحب من الدوري هو الانديه. بالظبط. ايه الاستفاده؟ ده انت اكتر واحد، انت انت اكتر واحد هتتضرر، النادي اكتر، انت صرفت الفلوس دي كلها. صح. هتعمل ايه؟ انت بتصرف عشان يكون في ناتج في النهايه. طبعا. ان يكون عندك حاجه كويسه تطلع، سواء بقى شاركت في دوري ابطال افريقيا، سواء خدت بطوله الدوري العام، تطلع في المربع الذهبي الكونفدراليه، فانت ليه بتعمل ده دلوقتي؟ فانا اظن ان هي حرب نفسيه برضه يعني. وهيجي ساعه الجد كله يقول لك لا انا مش عايز انسحب. يعني ساعه الجد لما يجي اتحاد الكوره، خلي اتحاد الكوره يعمل جمعيه عموميه دلوقتي ويعمل استفتاء على انسحاب، ان الدوري يتلغي،
كل الانديه هتقول لا، طب يا جماعه هتقولوا لا، طب ما احنا يبقى نمشي زي ما احنا ماشيين. بالظبط، ومصلحه الكره المصريه اهم من مصلحه كل الانديه. اللي عنده حل يجي يقدمه. انا شايف ان عنده حل، انا راجل ليا صوت في الجمعيه العموميه وشايف ان في مشكله. انا عندي حلول، هروح للاتحاد المصري لكره القدم، ادي حل. بالظبط، شوف الحل ده. قول ما من حقك، انت راجل ليك صوت داخل الجمعيه العموميه والناس دي مسؤول عن، انت مسؤول عنهم، فقول قول حقك ان اللي بيكفله القانون، اللي بيكفله اللائحه، كل حاجه. روح قول انا عندي اقتراح بان الدوري مش كلام بقى في المطلق، مش هو لا انا مش هلعب غير لما الماتش ده يتلعب. طب ماشي، ما هو متحدد له ميعاد. بالظبط، هو الكلام ده يعني كان يبقى بيراميدز ونادي الزمالك معاهم حق لو قالوه بدري شويه. لا لو الماتش مش متحدد له ميعاد، لو الماتش متاجل لاجل غير مسمى، ملوش ميعاد محدد، كده ساعتها يبقى كلام بيراميدز وكلام نادي الزمالك معاهم حق طبعا، لازم يبقى فيه ميعاد محدد للمباراه. تمام، لكن المباراه متحدده فملوش اي لازمه خالص اللي حصل. بالمناسبه كمان زي ما قلنا في بدايه الحلقه، الزمالك لسه ناقص له الاسماعيلي من الدور الاول على فكره، لسه ما لعبش الاسماعيلي. مش متحدد؟ لا اتحددت النهارده في شهر ابريل. طيب، يعني هتكون بعد مباراه الاهلي والزمالك. هل النادي الاهلي بقى ممكن يطلع ساعتها يقول لك لا انا مش هلعب مباراه الزمالك غير لما الزمالك يلعب ماتش مع الاسماعيلي، ماتش مؤجل من الدور الاول؟ غريبه جدا يعني بصراحه، ما يعني مش شايف اي مبرر. طيب خلينا نختم بالمنتخب ومستر اجيري، وعندنا معسكر في شهر 3 اكيد، معسكر مهم جدا، مباراه النيجر وبعدين مباراه وديه امام نيجيريا. هل في عناصر لفتت نظرك في بطوله الدوري العام ممكن تكون جديده في صفوف المنتخب خلال الفتره الجايه؟ في لعيبه كتير كويسه جدا الفتره اللي فاتت. اجيري اعتقد محظوظ في عن كوبر انه عنده اختيارات كتير جدا الفتره دي. عنده لعيبه ظهرت بشكل كويس جدا، كانت بعيده عن مستواها وقدرت ان هي تستعيد مستواها، واحد زي عمرو السوليه في نادي الزمالك، يعني برضو في لعيبه كتير جدا تستحق. نغمه موضوع اللعيبه الكبار ده اظن لازم الموضوع يخلص. اللعيب اللي هيفيدني هو لازم يكون موجود. واحد عبد الله السعيد مقدم مباراه رائعه مع نادي بيراميدز بعد ما انضم لنادي بيراميدز. عناصر جديده بشكل قوي محدش لفت نظري بشكل كبير جدا من العناصر، يعني كان محمد محمود قبل اصابته، وكان اوريدي كان اجيري مقتنع بامكانياته جدا ان هو فادي دجله. كريم نجم الاهلي ممكن، كريم نجم يبقى في الحسابات. على المكان ده زحمه شويه، يعني المكان ده زحمه، بس خصوصا ان فكر الجهاز الفني هم بيفكروا في اللاعبين الصغيرين شويه، وده كان تصريح سابق بالنسبه لهم. يعني اللعيب الصغير ماشي، اللعيب الصغير بس يكون مكانه موجود. طبعا اكيد بيبقى في حسابات خاصه بالجهاز الفني منتخب مصر، واكيد نتمنى لهم كل التوفيق، وخصوصا ان هم هيستعدوا لبطوله مهمه جدا هي بطوله الامم الافريقيه، واصبح المطلب الرئيسي للشعب المصري والجمهور المصري هو الفوز بهذه البطوله، خصوصا ان هي تقام على الاراضي المصريه، وان شاء الله نتمنى تنظيم يبقى جيد. سريعا، متوقع التنظيم يبقى جيد من قبل مصر؟ اكيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ عمرو الجرزاوي طبعا نورتني وشرفتني النهارده النقد الرياضي بالفجر، كنت سعيد جدا انت معايا النهارده. ربنا يخليك امير، انا اسعد. ربنا يخليك. دي كانت فقرتنا الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده، وحلقه كانت مهمه واتكلمنا فيها في العديد والعديد من الامور الهامه على الساحة المصرية والساحة العالمية، وكمان كل ما يخص النادي الأهلي واستعداداته لمباراة سيمبا تنزاني بعد بكرة إن شاء الله، نتمنى له فيها كل التوفيق ويقدر يحصد 3 نقاط جديدة في مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. دي كانت حلقتنا النهاردة، استنونا حلقة جديدة من كلام في الميديا. إلى اللقاء.